الخير على حضراتكم في كل مكان. حلقة جديدة ستات ما يعرفوش يكذبوا. يومكم هادي ونادي يا رب، ومساء الخير ومساء الفل والسعادة والهنا واللي قاعدين هنا. ورد عليكم وعلى الوالدين هنا والصيف. ومساء الخير على كل مشاهدينا في مصر وفي العالم كله، بتستنونا وبنستناكم اكتر، توحشونا اكتر، وكل يوم احلى من اللي قبله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم منور وحالكم طيب. يوم جديد وفقرات جديده فنيه وفقرات مختلفه ومتنوعه ومطبخ وحلويات شمالي. هو اتنين عدد اتنين حلويات دبل، منورين الدنيا كلها. وان شاء الله فقرتنا وحلقتنا ومقدمتنا النهارده تنال كل اعجابكم. انت مبهجه النهارده يا منى. يا منى ويا هبه، الوانكم جميله جدا جدا، الوان الصيف. وعندي تصور انه الوان الست عموما في لبسها بتعبر او تعتبر مرايه لشخصيتها او مرايه لنفسيتها، خلينا نقول في اليوم ده. صح؟ يعني ساعات انت بتبقي مقرره تلبسي حاجه من اليوم اللي فات، تيجي النهارده الصبح صاحيه بمود معين فتغيري اللون. احيانا يعني انا نادرا لما بتحصل لي. بحب الالوان في حياتي، يعني بحب الالوان عموما، يعني حتى لما ابقى رايحه عزا ابقى نفسي البس ابيض واقول انه يعني برضو، بس بخاف على زعل الناس يعني. بس يعني لما يكون حزن اكره البني واكره الازرق بالذات في مع الحجاب. مع الحجاب ما بحبوش خالص على وشي كده. وده معناه شخصيتك انت بتحبي الحياه وبتحبي الالوان وبتحبي التنوع. وطبعا هبه طلعت بالاخضر، هتلاقي كل واحد عنده لونين ثلاثه اعلى حاجه كده. لا واعتقد حسب السن يعني، وانا صغيره وانا مراهقه كان دولابي كله اسود، يعني مفيش حاجه مش كده. على اساس انك كبرتي بالضفاير دي وانت ثانويه عامه. لا بحاول اظبط، انا بشد مش عارفه ايه عشان ايه اظبط. بس دلوقتي مثلا انا ما بحبش اللون الاسود ده ابدا، يعني نادرا ما اضطر البس اسود. ومش عشان عزا طبعا، عزا بيبقى مجبرين. في الحياه العاديه البس الاسود ده لما يكون المناسبه، لازم حاجه مثلا رسميه يعني وحشني عشان ما البسوش كتير. البدله السوداء انا ما بحب الابيض قوي والاخضر وكل الالوان ما عدا الرمادي والبني. بالظبط صح. بصي، هي الالوان عموما بتعبر عن شخصيه البني ادم، بتعبر عن نفسيته. طيب طالما فتحنا السيره بقى، جبنا موضوع النفسيه، امتى النفسيه تبقى محتاجه دكتور؟ محتاجه اسكندريه. هي محتاجه اسكندريه. النفسيه محتاجه ايه؟ محتاجه رضا. طبعا رضا صحيح. كنا بنحضر للحلقه وقعدنا نبص شويه على الحواديت والقصص اللي بتجيلنا واللي جات لنا واللي هتجيلنا. لقينا انه في سؤال من متابعه وقفنا عنده شويه. امتى اروح لدكتور نفسي؟ انا بتكسف اروح لدكتور نفسي او اقول لحد ان انا تعبانه او انا محتاجه علاج. انتوا رايكم امتى فعلا ممكن نروح لدكتور نفسي؟ ايه العلامات اللي بتقول لك انك لازم تتحركي فورا؟ هل ضروري انك تستني لمرحله ان انت بتلبسي الكاسرولله في دماغك وتاكلي مشابك الغسيل وبوز اللحاف، ولا لا قبل كده بشويه تبتدي ان انت تتصرفي يعني؟ انا بشوف انه المفروض ان احنا ما نوصلش كده. طبعا في ناس بتوصل لحالات مرضيه. اول ما اشوف على نفسي علامات ان انا ابتديت مش عايزه اخرج، عايزه اسيب اصحابي، مش عايزه اقابلهم، عايزه اقعد في الاوضه ما اخرجش، مش عايزه افتح كتاب، مش عايزه اعمل رياضه، لا ابتدي قبل ما يبقى اكتئاب وهو لسه يعني شويه قلق بسيط كده وما اعرفش يسموه ايه علماء النفس، ان انا ابتدي ابحث وادور ايه اللي عامل لي كده. قد يكون انا باخد دواء عامل لي اكتئاب او عامل لي بدايات اكتئاب، لكن احنا نسيب نفسنا الاكتئاب ده طبعا ربنا يعافينا. في ناس طبعا بيبقى عندها مرض ومحتاجه مساعده من طبيب، ده مش عيب خالص. والنهارده سليبرتيز وكل المشاهير في العالم بيروحوا لدكاتره نفسيين، شيء عادي جدا، شيء صحي وشيء عادي. بصي منى وايمان، هو انا اعتقد ان الواحد اي انسان فينا لازم يكون مر بفترات معينه في حياته ما كانش مظبوط، ما كانش هو نفس الشخص. ربما يكون عدى منها بمجهوده الشخصي او طبعا بتوفيق ربنا، وربما يكون ايه لا راح لحد وطلب مساعده. ممكن حد يكون دكتور نفسي، ممكن يكون صديق، ممكن يكون ام او اخت او صح. حد قريب. بس انا بقول ان في الحاله اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، اللي هو شخص يبتدي يفكر هو عاوز يروح لدكتور نفسي ولا لا، اعتقد الاجابه في كلمه لما تبطل تعافر. لما تبطل تعافر انك تخرج من الحاله النفسيه السيئه اللي انت فيها، التوتر الزايد، الشك الزايد، القلق الزايد، الحزن الزايد، الكسل والقعده الزايده، يبقى انت مش قادر تعافر. روح استعين بطبيب متخصص او بشخص متخصص على الاقل، كمان حتى ما تبقاش عندك الحرج بتاع انا هحكي بقى لاصحابي وانكد عليهم ويقولوا عليا طاقه سلبيه وكل شويه اروح اشتكي لهم وكل شويه مش عارفه اروح ايه. ساعات الواحد بيبقى على فكره شايل هم الناس دي مرحله، بس لو اتسدد في وشه ما عرفوش يحلوا لك الموضوع وكل واحد بيقول لك راي مشتت، ده لو راح اصلا لا اتشتتي فبتحتاجي في ناس كتخصص. انا من الناس اللي ساعات ابقى شايله هم ان انا احكي مشكله او افضفض مع حد عشان ما اشيلوش همي. والله ده بقى بيحصل معايا كتير جدا. فما اكتم مع نفسي
وربنا يكرمني كده ويومين ثلاثة اسبوع وتعدي. مش طول الوقت بعمل كده على فكرة. تخيلي ان الرضا زي الايمان بيزيد وبينقص. الرضا بالحالة النفسية ممكن يكون بيزيد وبينقص احيانا ولا لا؟ طبعا هو الفكرة في ايه؟ انه في ناس بيبقى عندها حساسية شديدة، هي ربنا خالقها حساسة بزيادة. مش معنى انه انا اصبح عندي مشكلة نفسية، طبعا بتبدا من القلق والتوتر والاكتئاب وتتدرج بقى بعد كده لحد ما توصل لمناطق ممكن تكون اصعب بكتير، ودي بتبقى استعداد وراثي في كتير من الاحيان. مش معنى ان انا حصلي ده ان انا مش تمام، لا، هو اللي مش تمام اللي هو اللي وصلني للحاله دي، هو المجرم النفسي. ما هو اصل الجريمه مش بس لازم تبقى ماديه، في جرائم نفسيه كتير. في ناس بتتعمد تحط اللي قدامها تحت ضغط او تاذي اللي قدامها وتضغط عليه وتحمله فوق طاقته، ولما ينفجر او يتعصب او ياخد اي رد فعل، بصوا لا، زي الحكمه اللي بتقول لا، هو ده مش انا، هو ده اللي انت عاوزني اكونه. الفكره في اول ما حد يسالك مالك، شكلك النهارده متضايق، مالك، فيكي ايه، تقومي معيطه، اعرفي ان كده انتي على الاخر، انتي على الاخر. اول ما تبقى دمعتك قريبه ومش مستحمله التاتش، مش مستحمله حد يقولك مالك شكلك متغير ليه النهارده، او مالك انتي حاجه مضايقاكي، تقومي معيطه. حطيتي ايدك على نقطه، معرفش بقى انا الحكايه دي بقت مشكله عندي ولا ايه. كلنا انا ساعات ابقى زي الفل، واول ما حد يقول لي مالك في ايه، احس ان بقى فيها حاجه. فبقيت اقول لاصحابي بطلوا تقولوا لحد شكلك متضايق النهارده، شكلك زعلان. لا، ما مش اصحابي إيه؟ كلهم بتبقى في واحده انتيم كده تحسي بيكي من صباح الخير. مش قصدي القرب ده. طب ما هو انا لو هي بهذا القرب وانا عاوز احكي هحكي. لا بس دي اشاره. لكن لو انا ماسكه نفسي وجت قالت لي مالك في ايه، فتحت بيسموه ايه، المزلاج. فتحت المزلاج نازله. امال احنا مرايه لبعض ازاي؟ وصديقك من صدقك تقول لك انت في حاجه مش طبيعيه، انت ليه عصبيه النهارده يا هبه، انت مش على طبيعتك، في حاجه مضايقاكي. مهما ده السند. لما الصديق طبيب بدون اجر، طب ما لقيتش الصديق بقى، ما لقيتش الام الحنونه. في امهات اصحاب اولادها كويسه قوي قوي قوي، علاقتها بيهم كويسه، ما لقيتش الام، ما لقيتش الصديق، يبقى هنا محتاجين لطبيب، ومحتاجين نجهز عشان نروح لطبيب نكون بنتعامل معاه، لانه لو قال لنا حاجه هنصدقها، لو قال لنا عندنا ثقه فيه، يبقى عندنا مواجهه على الانتقاد لينا كمان لو انتقدنا في حاجه. حلوه ده. انا صديقك من صدقك في حاله ان هي جايه توجهني عشان انا دخلت في حته غلط، بعمل حاجه مش مظبوطه، احب ده. لكن انا على فكره مش حكايه، ما هو الناس بتختلف عادي. ان اما اكون انا جوايا حاجه مضايقاني وباين عليا وما حكيت لهاش او ما فتحتش الموضوع، مش شرط ما اكونش واثقه فيها، ممكن اكون انا مش في الحقيقه اللي بيشخلل ده. انت معلش الشخصيه مش دايما، لا يعني احب صادقتي لما انا الجا لها تبقى هي صديقتي ومرايتي ووشي وقفايا وكل حاجه. بس لما ما اكونش انا لسه عندي الاستعداد لده، وهي تيجي تقول لي مالك في ايه، مالك في ايه، ممكن لو انا بحاول اعافر ويبقى عندي مقاومه، المقاومه بتنهار. والله بصي، القلب على القلب رحمه، واذا ما كناش نحس ببعض ونراعي بعض، حتى على الاقل لما اشوف حد قدامي متضايق او زعلان او قافل وشه ما بيبتسمش، طب ما ليه ما افكرش ان هو ممكن يكون شايل هم او حزين لسبب يخصه هو؟ ليه بقول ان هو قصده انا، ان هو بيديني وش زي ما بيقولوا؟ يعني نعذر بعض، نعذر بعض. والمشاكل النفسيه كتيره، وانتشرت الاذى النفسي، الأذى النفسي سواء لسبب أو لتحقيق غاية أو من غير سبب. في ناس مؤذية، في ناس بتحب تأذي، ودول أنا بشوفهم حقيقي يرتقوا إلى مرتبة المجرمين، مجرمين جرائم نفس حقيقي، مش النفس القتل يعني، جرائم نفسية يعني بيتسببوا للناس بأذى نفسي. ويتباهوا ويتباهوا، تقول لك ده أنا النهاردة رزعتها كلمة دي مش هتعرف تنام، ده أنا قلت لها كلمة سميت بدل. الناس دي بقى لو بلعت ريقها هي نفسها تتسمم. يعني الناس دي عبارة عن كتلة أذى كده ماشية على الأرض. وطبعا في الاول في الاخر ربنا يسلمنا منهم، بس لازم احنا نراعي نفسنا. وزياره الطبيب النفسي او استشاري العلاقات الزوجيه، ما احنا لازم نحدد احنا عاوزين ايه. يعني هي مشكله فين دي بقت كتير أنا جدا. حته الصديقه انها ما تحاولش تقعد تقول لي مالك في ايه، مش قصدي انها تتجاهلني، لا، هي ممكن تبهجني بطريقه غير مباشره. يعني مثلا اي حاجه، مثال تافه، انا مثلا شكلي باين ان انا متضايق وما اتكلمتش، هي عارفه اني بحب مثلا الشاورما، اغنيه معينه، ممكن احب منها قوي انها تخش تحاول تخرجني من المود بطريقه غير مباشره، من غير ما نخش في بحور اللي انا فيه، لحد ما انا مستعده افتح. ده انا اقصده.
برضو، لكن طبعا ما تتجاهلنيش وتقلب وش انا مثلا متضايقه تقوم هي متضايقه، ايه الغلاسه دي؟ ما زعلان على زعلك، ما تبهجني تتخانق معايا. اتفقنا بقى ان في ظروف ان ممكن تخليك تروحي للطبيب نفسك. طبعا اعملي ايه بقى؟ لازم يبقى عندك التاريخ جاهزه بادواتك المرضي، اه جاهزه بكل الحاجات يعني. اذا حد في العيله دايما عنده اكتئاب، لحد في العيله جاله امراض معينه نفسيه، في الغدد، في اي حاجه، يبقى معاكي كل اوراقك الجاهزه ان انت تقدري تشرحي التاريخ بتاع العيله لو عند حد حاله زي. وبمجرد ما الدكتور يحط ايده على المشكله ويواجهك بيها، انت مش داخله عند الدكتور علشان تسمعي بهدف الرد، انت داخله عشان الدكتور عند الدكتور عشان تسمعي بهدف الحل. يعني بمجرد ما يقول لك انه المناخ العام اللي انت عايشه فيه ده مضر بالنسبه لك، سواء المناخ العام ده كان دايره اصحاب معينه، كان علاقات معينه، كان زماله معينه، كان مكان، او في خطا معين انت بتعمليه، لازم تبعدي عن المسبب، والا عمره ما العلاج هيكون له نتيجه. فالمسببات اللي تسببت لك في المرض النفسي او الاذى النفسي او الازمه النفسيه خلينا نسميها، لازم بعد كده تبعدي عنها فورا. وده اول طريق العلاج، حاجتين: تعترف ان في مشكله نفسيه، وتبعدي عن المسببات، وتكوني عندك تحدي انك انا عاوزه اتعالج، لان كتير ناس ما بتعترفش ان هي عيانه. انت قصدك ان هي ما تبقاش رايحه للدكتور النفسي وهي مؤهله نفسها ان انا هروح عشان اسمع اللي على مزاجي. بالظبط. لازم تكون متاقلمه انها رايحه ممكن تسمع كلام عكس خالص اللي هي عاوزه تعمله او اللي هي ماشيه فيه، فتتقبل النقد لان هي رايحه برجليها او هو رايح برجليه، فالمفروض ان هو يكون واثق ثقه كامله في الدكتور اللي هيختاره عشان خاطر يتقبل منه التوجيه والنقد. وعلى فكره ده كمان بياخدنا نقطه مهمه، مش شرط ان زيارتك لطبيب نفسي لاول مره يكون معناها ان هو ده الشخص المناسب ليك او الدكتور المناسب ليك. انت ممكن يعني الموضوع بيبقى فيه كاريزما زي الاثنين بيرتبطوا ببعض، ممكن ما يبقاش بينكم الكاريزما او القبول او التفاهم، غيره، روح لواحد تاني وتالت ورابع لغايه ما تحس بالراحه النفسيه اللي تخليك تنفتح توبن اب وتحكي وتتقبل منه توجيهاته ليك. صح؟ مظبوط. صح طبعا. وهي الحكمه يعني تكلم حتى اراك، طول ما انت بتتكلمي مع الدكتور هو بيحاول يقراكي وبيحاول يفهمك وبيحاول يوجهك، وتاني مش عيب. وكل دول العالم اللي هي الدول اللي عندها ثقافه العلاج النفسي زي ما بيعملوا كشف دوري كل 6 شهور او كل سنه يطمئنوا بيها على سلامهم، سلامتهم الجسديه كمان، سلامتك العقليه وسلامتك النفسيه وتوازنك العاطفي مهم انك تقومي تطمني على سلامك النفسي. بس باختصار يعني طول ما انت بتتكلم مع الدولاب انت زي الفل، المشكله ان لو رد عليك. رد عليك غير كده الحمد لله. احنا بنكلم الدولاب ولغايه دلوقتي ما ردش. في سؤال بقى، ايه بقى؟ امتى خلينا نقول الراجل اللي معاكي يستحق فرصه ثانيه، امتى تقدري تكوني بتدي له فرصه ثانيه من غير ما تيجي على نفسك، ولا في لحظه من اللحظات بتكون الفرصه الثانيه دي انت محتاجه تديها لنفسك مع حد ثاني، حد يقدرك؟ إذا كان رصيده خلص، طب الراجل بيملى رصيده إيه؟ بيملى رصيده حب واحترام واهتمام واحتواء وسند ورجولة وموقف وجدعنة وتشجيع و و و. ساعات بيغلط فبيسحب شوية من الرصيد لحد ما يبقى الرصيد صفر، فنقول له إيه؟ شكرا عزيزي الرجل، لقد نفذ رصيدكم. ساعتها خلصها بقى، العلبة فضيت، هنجيب منين؟ صحيح. أو لو كان هو عنده إصرار إن هو يتمادى في الغلط بغض النظر عن ده بيتسبب لك في ايه، فهنا خلاص بنقف، مش هنفضل ندي العمر، ما هواش رفاهيه عشان نفضل ندي منه وندفع منه لشخص ما يستاهلش. الفرصه دي ساعتها تديها لنفسك مع حد يستاهل. تدي الفرصه على حسب الغلط، واحنا قلنا في حاجات ما نقدرش نتعامل معاها او نغيرها، فاذا كان في حاجات مش هتقدري تتعاملي معاها زي ما هي، لان ما فيش حد بيتغير زي ما قلنا، اتعلمنا احنا من البرنامج ده، اتعلمنا ان ما فيش حد بيتغير، ما تحاوليش. ففي حاجات يا تقبليها كده يا تسيبيها على بعضها، هي باكج كده، وهي مساله نسبيه. هو النسب، نسبه الحاجات الحلوه اللي فيه كويسه 8/10 مثلا واثنين وحشين، فما تقعديش تدوري على الاثنين في حد تاني، لان هتلاقي التاني ده عنده 8 حلوين واثنين وحشين في حاجه تانية، وهكذا ده بيحصل لينا طول الوقت. فيا تقبلي العيب ده اذا كان مقبول وسهل التعامل معاه، يا اما ما نكملش. يعني انا يا نتاقلم يا ننسحب. بس انا ليه حاسه ان احنا بنحاول نقنع الجمهور او الستات ان هي تدي فرصه تانية للي قدامها يعني في ظروف معينه؟ انا بتهيالي العكس تماما في نظري. الست عندنا بشكل عام في الكون اللي احنا فيه بتدي فرصه تانية وثالثه ورابعه وخامسه، طول ما هي جواها
الرصيد اللي من محبة ليه حتى لو هو ما يستاهلش. وعلى فكرة لسه امبارح يعني شايفين الموقف بتاع شيرين، ربنا يعني يعافيها بقى وتخرج من اللي هي فيه، ادت فرصة واثنين وثلاثة واربعة، رغم ان ممكن يكون كتير نصحها منها ما تديش فرص. الست بطبيعتها بتبقى عاوز تدي فرصة وتانية وثالثة ورابعة. انا شايفة ان احنا نقنع الست او نحاول نشرح لها امتى تبطل تدي فرص. ايوه احنا بنقول لما يبقى في حاجات كبيرة من الغباء ان انا اكمل، لكن لو الراجل حس بغلطته وجي قال لك انا اسف انا في الموقف ده انفعلت شوية وكنت غيران او مش عارف ايه، يعني تقدري تعديها. لكن في حاجات كبيرة على حسب تجربتي انا الشخصية في الحياة، طول ما انت قادره تدي فرصه ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه ادي. ما دي الغلطه اللي بتقول لك انت جاست عليكي من ايه؟ انتوا ليه مسحتوا طول ما انت قادره من الجمله؟ طول ما قادره، لا طول ما انت قادره. ما احنا ما شاء الله يعني الست المصريه حموله جدا، قدرتها ما لهاش حدود. انت يعني ممكن تقعد 20 سنه عشان لما تربي الولاد، هي قدرتها كده. ولو كانت خلعت او مشيت قبل ال 20 سنه كانت هتندم. هو انتوا فاكرين نجاح العلاقه الزوجيه بطول المده؟ مش بتكلم على طول يعني المده، طول ما احنا ما اتطلقناش وعايشين تحت سقف واحد. انا عايشه في بيت من البيت زي بيوت العنكبوت، اي حاجه تيجي تطيره على طول. لكن انا صابره وقاعده وحزينه ومريضه ومش صحتي مش كويسه ومش بادي اداء كويس، مش هاوساب على قعدتي مع الراجل ده لانه هو بيديني طاقه سامه او سلبيه. وكملت ده اللي انا بقوله، طول ما انت قادره. قادره يعني ايه؟ قادره يعني مش ان انت عايشه ميته ولا عايشه عيانه بقى وحياة. طول ما انت قادره شايفه ان انت لسه فيها طاقه، حاول. لسه هو يستاهل، فرصة لسه اللي بينا كبير، لسه العيال. دي فروق فرديه، في واحده تستحمل واحد خانها والواحد ما يستحملش. في حاجات ما ينفعش ان احنا نعديها. ده اللي انا بقوله، ان طول ما انت من جواكي شايفه انك قادره، والموضوع مش شرط هو الموضوع كله بقى بعيال فيه بمصاريف وبيت وحاجات اتبنت وحياه كملت، ادي الفرصه. لما تحسي وانت اصدق واحده مع نفسك انك خلاص جبتي اخرك، اقفي. مهما حد يحاول يقنعها على فكره في الحاله دي، وان هي طاقات بتختلف وقررت انها مالوش فرص ثانيه، خلصت الموضوع. حسب الاخطاء بتختلف، حسب الاخطاء طبعاً. صح يا منى؟ طبعا اكيد حسب رصيد الشخص. منى بس، طب انا قلت كده على فكره اصلا. اه طب ما احنا متفقين. وريني كده اللوحه يا ناس. ايوه عاملها كده معامله الصغنطتين. لما انا عرفت دي انا محتاجه الطبطبه قوي يعني حقيقي الفتره دي. هو احنا قلنا كده، احنا متفقين، احنا مش مختلفين على حاجه. حسب رصيد الراجل اللي هو ملاه عندك بيكون حبك ليه، وبالتالي هو بيخصم الحب ده، يعني عمال يسحب من رصيده لحد ما بيبقى سحب على المكشوف. فنبتدي نشوف ندي فرصه ولا لا على حسب الغلطه اللي هو اتعملت، او اذا كانت متكرره ولا لا. لو متكرره احنا مش بنحاسب هنا على غلطه، احنا بنحاسب على طبع، واحنا متفقين ان الطبع بيغلب التطبع وانه ما فيش حد بيتغير. العمر مش بعزق. اذا وصلت يا ايمان بقى بالعقل اللي انت بتقولي عليه ده، ان هي الرصيد خلص وابتدت تكره وجوده، تكره حطت المفتاح في الباب. برافو عليك. تكره تشم ريحته وهو داخل البيت لانه كذاب وخاين وملوش لازمه ومش ظهره ومش سنده والحاجات دي. تمشي بقى. مش بنقول للست بقى تمشي في الحاله دي. بعد ايه؟ بعد محاولات عديده. ده في ستات كمان يا منى بتعمل حاجه الناس على يعني بيصعبوا عليا انا شخصيا. انت بتعملي كده ازاي؟ وكمان هي بتتعب. هتدي له، هتعملي له اكل محروق وبايت ووحش ودمه تقيل من غير حب. هتحاول ترضيه بكل الطرق وتمرض وهتتعب، وهي تعبانه هتحاول تعرفه ده انا مريضه، ده انا تعبانه، انا بص ايه اللي جرالي، في محاوله لاستدعاء الشفقه والعطف منه، وتحاول ان هي تصعب عليه طول الوقت. بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه في نفسك؟ بصي تعادت الاسباب، هانت عليكي نفسك. والموت واحد، تحاول معناها انها عايزه تدي فرصه ثانيه، تيجي على نفسها وتمرض نفسها وتكتئب وتعيط وتنهار وتحرق له الاكل وتدي له بالكوبايه ساعات من غير ما تقصد، من غير نفس، الا ان الرصيد خلص. صدقوني يا جماعه هي بتعمل كل حاجه، هي بتصحى من الصبح، هي بتودي المدارس، هي بتصرف، هي بتشتغل. من وجهه نظركم عايشه حياه كئيبه فاشله من وجهه نظركم، سودة نصحتوها فضلت مكمله لغايه حاجه على ايه؟ لغايه ايه؟ لغايه ما جه الوقت اللي هي اللي قررت تمشي. بعد ايه؟ هي حره. وبعد ما قررت تمشي حرة. بعد وقت كتير قوي زياده عن اللزوم، في بعد ما خسرت عمرها وصحتها. لا ثانيه واحده، دي خسرت عمرها وصحتها واعصابها ويمكن فلوسها، وجت بعد كده تقول ايه؟ هو انا ايه اللي خلاني اتاخرت قوي؟ هو انا ليه ما خدتش قرار بدري؟ استحملي، وطول ما قادره تدي فرصه ثانيه وثالثه ان شاء الله الف ادي. ما تمشيش غير لما تكون انت من جواكي خلاص عايزه تمشي ومش قادره تديله ولا فرصه ثانيه. لو في نقطه، برافو يا هبه. ثانيه واحده، لما يكون يا ست الكل، بصي لي هنا، ايوه، لما يكون عندك رفاهيه الانسحاب،
ما بصيتش. لما يكون عندك رفاهيه الانسحاب، لما تكوني عارفه انت هتشيلي رجلك من هنا هتحطي رجلك فين، مش هتشيلي رجلك من هنا تقعدي في الهواء. كتير ما عندهاش رفاهيه، اذا ما كانش عندك رفاهيه الانسحاب ما تشتغلش، ما عندهاش اقلام بقى. كلامي اهو، ما ده اللي بقوله، ما تمشيش وتقرر انها تقفل الموضوع غير لما تكون هي اللي شايفه دوت ما عندهاش حل غيره ومقتنعه بيه. طب تيجي نحط النقط على الحروف بقى. احنا بنقول للست الحاجات اللي بتبقى باينه قوي من بدري ما تكمليش عمرك وما تضيعهوش، يعني بتبقى باينه قوي. بتكلم على الحاجات اللي هي فيها عنف، ان النهارده بيصعب عليا الست اللي بتتضرب وبتتعنف جدا جدا، بيصعب عليا الست اللي ملهاش اي مأوى وقاعده مذلوله، مفيش اهتمام، مفيش تقدير لحاجه بتعملها، مفيش كلمه حلوه النهارده. طب ليه يعني؟ وحاجات كبيره عن كده كمان. خلينا نقول الراجل اللي اسالكوا سؤال ما تزعلوش مني. طب النهارده مثلا نفترض عندنا نموذج لست بتتعرض لاذى نفسي وبدني وبتتضرب و وهي للاسف مضطره تستحمل عشان ما عندهاش بديل، لما تسمع الكلام النصيحه دي هي من اول وتاخد بعضها وتمشي، هتروحي تصرفي عليها هي وعيالها؟ هي من اول انا في حد فينا هيروح يشيل شنطتها؟ مش لسه قالت لك لما هي وانا مش لسه قايله رفاهيه الانسحاب؟ اذا أيوة. كنت عارفه هتشيلي رجلك من هنا هتحطي رجلك فين؟ انا معاك وحقيقي اختلف معاك وما اختلفش. طب ما تيجي ندي نصيحه بقى ونبقى ايجابيين كمان. نصيحه حلوه قوي انا شفتها امبارح وهي بسيطه، هي سهله ممتنعه. اي كائن خلقه ربنا على سطح هذا الكوكب العظيم اللي احنا عايشين فيه، شوف انت شاطر بتعمل ايه في حياتك، الحاجه اللي انت متميز وشاطر فيها وبتحبها ان شاء الله تكون صينيه مكرونه بشاميل، واعمليها واسترزقي منها. اي ما كان وضعك الاجتماعي ولا مستواك ولا انت فين في العالم على سطح هذا الكوكب، هتبقي بتعملي حاجه انت بتحبيها او بتلعبي طول الوقت او بترسمي او بتغني او بتعملي اي حاجه وانت مبسوطه، وفي نفس الوقت بتحققي منها فلوس. انت عايزاها تعمل ده لما تقلق من الراجل؟ يعني لا عموما زي الفل، الراجل سند والراجل واخد باله منها، الراجل بيقدرها وبيقسموا المهام مع بعض، في اسر ما شاء الله ماشيه كويس قوي. خد وهات، شايلني وشايلك، مش لما اجي اقول اي تقولي انت مالك كده اتغيرتي، ما انت شايله طول الوقت، ما انت ده حق مكتسب انك تعملي كل حاجه للولاد وليا وللبيت وعامله زي المكوك طول النهار. لا يعني يبقى في تقدير، لو في كده يبقى والله التقدير هو اساس كل العلاقات اللي خلقها ربنا في الدنيا، مش بس بين الاثنين اللي متجوزين، ولا بس الواحد في شغله، ولا الواحد بين جيرانه، ولا الواحد في وسط اهله، ومن ولادك طبعا، ومن ولاد صح. التقدير عموما هو اساس سليم جدا وسوي لاي علاقه خلقها ربنا في الدنيا. صحيح يا ايمان. طب احلفي. التون بينزل، هو التون بينزل فجاه ليه؟ عاجبني قوي الاختيار، جميل ما شاء الله. مدرجه انت بصي، انت انا خدت من روح بلوستك الجميله سقيته قبل ما اطلع، قلنا نعمل كومبينه جنينه لطيفه. سؤال بس قبل ما نخش بقيه الفقرات، سمعتوا اغنيه اصاله الجديده غلبان؟ قال ايه ده، فاكرنا هناك قال قاعدين جنب الشباك قال حلوة ايه حلاوه. هي نفس اصاله غنت زمان. انا عايزه اوجه تحيه كبيره قوي لان دي اصاله جميله وبشعه وبتدور على الموضوعات حلوه بس جميلة. بصي بقى اغنيه اصاله النهارده ورجعت بالذاكره كتير. سامحتك رجعت بقى كتير. طب سامحت كتير ليه؟ ما انت هتزعلي بعد كده. كتر التسامح بيبقى ساعات غلط. شوفي قلبت الموضوع ايه في الاخر. شوفي برده ايوه احنا بنتغير صح، مراحل في حياتنا. اصاله هي ما قررتش بتسامحي وتنسحبي غير لما جه لسه صغيره وبتسافر غير وتفوتي. لما نضجت ومرت بتجارب اتعلمت منها، وده موضوع الفقره اللي انا هتكلم فيها او الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي. امتى او ايه اللي بيحصل لنا لما بنتقدم في السن؟ موضوع التقدم في السن ده مساله نسبيه تماما. انزلي لنا يا اصاله باغنيه تعمل اللي انت عايزه براحتك على قلبي زي العسل. لما بنتقدم في السن اكيد فينا حاجات بتتغير، في حاجات في احساسنا بيتغير، ممكن نبقى هادين اكتر، ممكن نبقى عصبيين اكتر، ممكن نبقى حساسين اكتر، ممكن نبقى عندنا تجاهل شديد، ممكن نبقى فوضويين اكتر، ممكن نبتدي نبقى منظمين. في ناس بتتغير مع الوقت ومع التقدم في السن ومع التقدم في العمر على حسب التجارب اللي هي عاشتها. انا معاكي ان احنا بنتغير بس احنا ما بنكبرش في السن صح؟ لا مفيش ست بتكبر، احنا متفقين يعني على... يعني اصل نكبر في السن والحاجات دي مفيش، احنا بنتغير وبنتطور وبنبقى عندنا خبرات في الحياه. عايزه اقول بس ان احنا لما بيعدي بينا الوقت والخبرات احنا كمان بنبقى مش قادرين نلوم الناس كل شويه على حاجات وصغائر الامور، وتبقي عايزه تعدي على هفوات الناس، هفوات ولادك، هفوات جوزك، حاجات صغيره، لكن ما بتقفيش عند كل حاجه، الدنيا مش مستاهله. دي الخبرات اللي ناخدها من حياتنا. بصوا هو احنا ليه ممكن من غير المسمى بتاع امتى تحس انك بتبقى كبرت في السن ونخليها امتى تحس انك وصلت لمرحله اللغه الدارجه كده بالمصطلح الدارج، مرحله البرنسيسيه، مرحله البرنس او البرنسيسه او البرنسيه،
اللي هو انت بقيت عندك من الوعي زي ما انت قلت والكافي اللي هو ايه، انت صح انا مش هناقشك، برافو الله ينور. اللي هو حتى في الغلط هو الموضوع ما فيش منه هو مالي، هو يخصني في حاجه الموضوع والنقاش فيه. لا انا بتكلم على مرحله البرنس بتاعتي. ابنك هيغلط ويقول انت برنس؟ لا مش ابني، مش منى. امال ايه؟ منى انا بتكلم على مرحله الروقان بتاعت ايه. احنا ساعات بيبقى في سن معين ايه بنقعد نتجادل مع الناس كلها، واي موضوع يتفتح عكس قراراتنا او قناعاتنا نقعد نتناقش ونجادل. بتكلم على النوع ده، لا انت صح برافو، انا اللي غلط حضرتك. مرحله بتاعت ايه، قعدة البيت ساعات كده اخر النهار وكوباية الشاي او القهوة على الكنبة بالدنيا وما فيها وتغنيني عن 100,000 كافيه. مرحلة بتاعت ايه، شوية مزيكا ودنيا هادية ومش عاوزة دوشة ولمة زي زمان بقى، وهنخرج فين نروح فين النهاردة. هي دي كلها مرحلة، هي المرحلة روقان اللي كلنا يمكن مرينا بيها. وطبعا احنا التلاتة ملناش علاقة بموضوع التقدم في السن ده خالص عشان نبقى متفقين. بس أهو. ليه مرحلة سلامتك اهو نرجع التقدم في السن اهو بالظبط، هي المرحله بتاعه سلامتك يا دماغي. مرحله لذيذه فرفوشه قوي، مبهجه، بتفصل فيها، مش عزله، هي علاقات حذره، علاقات بحدود. يعني ان انا دايما لازم ابقى حاطه حدود نفسيه وحدود جسديه كمان وحدود كتير، يعني اللي هي مساله السيف زون او مرحله السلام او منطقه السلام بتاعتي. مش اي حد يدخل بقى يزورنا، يعني في ناس تيجي تقعد في الصالون، يعني مش لازم يدخلوا يتجولوا في البيت. يعني بدانا احنا نصنف العلاقات في حياتنا ونحط كل حد في اطار عشان ما تبقاش الدنيا سبهلله وسداح مداح، كل الناس عماله تتمشى في حياتنا كانها بتتمشى في طرقه بيتهم. يعني وضع الحدود اللي هي بتاعت لما يكون العلاقات القريبه في حياتك الاشخاص القريبين ما يعدوش صوابع ايد الواحده. اعتقد دي اللي احنا صحيح. بعيدنا بقى عن فكره ان يبقى عندي صحاب كتير ومعارف كتير وكل يوم مع شله او كل يوم مع ناس مختلفه، هم ما يعدوش 4-5 طبعا غير صحيح. العيله صحيح. مش كل ما حد يدعيكي الحته انت رايحه، لانه ساعات بتروحي حته تاخد منك طاقه او تديكي طاقه سلبيه. لا خليني قاعده مرحله لفت جروب ومش هقدر اجادل زي ما قلت ومش هقدر اتجاوز عن هفوات الناس. وحتى على السوشيال ميديا تلاقي نفسك ما بقتش مهتم قوي بالستوريز والفيسبوك والانستجرام والجروبات الكتير اللي عماله تضيفك ليها، تقوم بمنتهى الادب والبساطه والشيكه مساء الخير هبه لفت عادي جدا. عادي جدا او لما تكوني بتسمعي مثلا كلام مش حباه قوي زي موضوع كده، طبعا انت صح تمام، انت صح وانت والاخر هناك ده وانت كمان صح المدام اللي هناك صح كمان تمام. دي بالنسبه لي انا شخصيا كايمان اسلوب حياه، لما بقى مش عايزه ارد او الكلام مش لدد عليا انت صح وخلصت، ابتسامه شيك كده ولذيذه وفله يعني تمام. بص، هو قال رسول الله عليه السلام: انا زعيم ببيتي في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. ساعات يبقى عندك حق بس مش تقعدي تجادلي. انت قد يجوز انك انت رايك صح وخلاص، وامشي وخد بعضك كده، هتبقى عندك حسن نقاش يعني مش هيقدم ولا ياخر. بالظبط، وده اللي برده كل شويه الواحد كل ما ينضج بيتعلمه. كل شويه مثلا تقولي نفسك ايه، انا كفايه بقى ايه اقساط وبتاع ومش عايزه اتملك حاجه جديده ومش عايزه، لا كفايه كده ان انا ابقى قاعد رايق، ما عنديش ديون، ما عنديش حاجه شغله دماغي، واستمتع واعمل مديتيشن واعمل شويه رياضه حلوين وتامل، حاجات كتير قوي ممكن نستمتع بيها في حياتنا اكتر من الجري واللهاس ورا صحيح. الماده طول الوقت صحيح. اللي هي فكره السعاده المؤجله، انتوا مأجلين سعادتكم ليه ولمين وعشان خاطر ايه؟ طب ما نستمتع السعاده الحقيقيه ان احنا نستمتع النهارده حالا في اللحظه اللي احنا نملكها النهارده، احنا مش عارفين بكره في ايه، نستمتع بالاشياء بالاشخاص وباللحظات. هي دي السعاده بجد، مش السعاده في احلام ومستحيلات وحاجات مؤجله. أهم استمتاع. هنفضل قاعدين عايشين عمرنا كلها مستنيينها. تستمتع بصحبه نفسك اول شيء، تستمتع بنفسك وبقعدك مع نفسك وبالخلوه مع نفسك وبالانس بنفسك، دي بدايه. مش هتستمتع بحد من دول غير لما تستمتع ان انت عارف تقعد لوحدك مع نفسك راضي ومبسوط. صح صح. انت فيكي الحته دي برضه. ايوه انا بفكر في تامر حسني ومن النهارده هدلعني بقرا. ايوه انا هدلعني واروقني واجيب لنفسي هديه واخرج اعشيها وعادي جدا، وهقعد في البيت اعشيها وزي الفل. مش كده ولا ايه؟ طبعا. هو سلامتك يا دماغي. سلامتك يا دماغي. تمام. شوفوا بقى. تمام. اوضحها. تمام. دلوقتي احنا جالنا حدوته. ست الكل بعتت تقول: انا غضبانه في بيت اهلي علشان جوزي طردني من الشقه، قال لي روحي عند اهلك مش عاوزه اشوف وشك تاني. انا متجوزه من سنه ونص وبنتي عندها 8 شهور وجوزي كان ارمل وعنده بنت عندها 9 سنين. انا لما اتجوزت قعدت مع مامته وباباه، ويعلم ربنا
قبل ما بجيب حاجه لبنتي بجيب للبنت الثانيه اللي هي بنته من مرتبي الشخصي. جوزي مش بيديني مصروف اساسا. اول جوازي عملت لجوزي قرض ب 50,000 جنيه علشان يكمل ثمن الشقه اللي دلوقتي طردني منها. بس لسه القرض بيتخصم من مرتبي. حقيقي انا زعلانه على نفسي جدا. يوم ما طلبت منه 200 جنيه قال انت هتفقريني. حقيقي انا زعلانه على قله الاصل دي ومش عارفه اتصرف ازاي. شوفوا انا التجربه وحياتي والعلاقات اللي بشوفها والحكايات اللي بشوفها اثبتت لي بما لا يدع مجال للشك، مفيش ست صرفت على راجل في يوم من الايام وكسبت خالص. الا اذا كان هو راجل بقاله سنين معاها ومزنوق ولازم تقف معاه وهي الست الاصيله هو. لازم تعمل كده. هو مقدم السبت. الست الاصيله ده ظرف او ازمه. تبيع دعهبها، تبيع حلقها، تبيع اي حاجه على كل واحد على قد حاله يعني. لكن الطريقه اللي اتعامل معاها بيها يعني سنه ونص متجوزين وهي عنده بنت تانية وهي بتراعيها بتقول براعي ربنا فيها، وبعدين البيت بقى اللي جابوه بالكارد ده عايز اعرف هو حاطه باسمها يعني هو استلف منك وعمله باسمك عشان يامنك ولا عمله باسم ما كانش طردها وكمان معاملته وحشه يعني مش قادره اتصور ان في حد ممكن يعمل كده. اظن والله اعلم في حلقه مفقوده في الموضوع، ولكن احنا هنتكلم بشكل عملي بقى بناء على المعلومات والمعطيات اللي جات لنا من الحد. دلوقتي هو قال لها في السياق ده حسب ما هي بتقول طردني وقال لي مش عاوز اشوف وشك تاني، وهي عندها طفله 8 شهور ومعرفش يمكن اول جوازه او تاني جوازه ليها مش فارقه كتير. الوضع ايه مع راجل عنده طفله فنجرب الابوه يعني مثلا مش لسه ما حاسش بالبيبي وست جدعه معاك وقفت معاك وعلى كلامها هي ست جدعه او ايا كان حصل ايه بينهم خلاه ممكن يكون نافر، بس في هنا نفور ومش شاريها وبخل. طب وليه ما تسالهاش قله اصل؟ مش عايزه اقول كده لان في مشكله ان في طفله في الموضوع. فانا اعتقد ان الست دي ما عندهاش غير حل من الاثنين، يا تعتبر بقى ان خلاص ده امر الله وتتعامل على ان الموضوع انتهى وتربي بنتها، يا اما تقعد معاه كده قاعده قبل ما تبقى يعني تاخد القرار ده عشان تبقى خلاص تضميرها، تقعد تتكلم معاه تحاول تقرب وجهات النظر، تحاول تشوف هو ليه كارهها كده قوي. طلبت 200 جنيه بيقول لها هتفقريني يعني في بخل انا في بقول تعمل اللي عليها لاخر لا تدي فرصه ثانيه. اهي طبتك دي طاقه اللي مدانه ورا الشمس اللي مدلعهم تعمل اللي علينا. تقعد معاه قاعده قبل ما تخش في موضوع انفصال وطلاق، تقعد معاه قاعده. عندهم طفله يا جماعه 8 شهور بتبقى عيالها. انا معاكي انا تقعد معاه قاعده. اللي عندها طفله بتصبر كام سنه يا هبه يعني. مالهاش دعوه بواحده للتانيه تفرق. هي دي يمكن عندها شغل تقدر تشيل نفسها، يمكن الراجل فيه حاجه مسخناه او مقوماه او مزعلاه، فما تقعد معاه يفكوها. لازم تشوف ليها اخ او خال او راجل يقف. ان ما كانتش هي مخطئه اذا ما عرفتش تتكلم ما كنتيش انت ممكن تكوني في حلقه مفقوده زي ما هي قالت. ممكن تكون انت حاكيه الحكايه من وجهه نظرك او حكيتيها مجتزأة. هي ما قلتيش انت عملتي ايه انه اقول لها روحي اتطلقي. ما هي ممكن برضو هي تكون عامله كارثه. خلي سمعته في الاول هي بتقول لك انا هو عنده بنت 9 سنين وانا بجيب من مرتبي حاجات بجيب لها زي بنتي بالظبط. ما هو غريبه على عقلي وهو شويه وهو مش بيديني مصروف يعني ما بيديهاش فلوس. غريبه على عقلي شويه اصدق ان راجل ارمل بنته يتيمه طفله يلاقي ست حنينه على بنته وبتعاملها كده ويقلب من غير اسباب. اكيد في حاجه مختفيه او مش ظاهره، يمكن هي ما تعرفهاش. تقعد معاه تقعد وتشوف اذا اصر على قله الذوق في الكلام وعلى قله الاصل في التعامل، واذا كان هو مش شاري خلاص ما هو اللي مش شاري طبعا. هو لو جدع وراجل طبيعي فعلا المفروض يقدر. صحيح. انا مش فاهمه رده الفعل دي. احنا النهارده بقى عندنا شويه فقرات كده على كيفكم. اولا اول فقره مع البيانيست الجميله مشيرة عيسى، وعندها قصه نجاح جميله جدا ملهمه جدا، تحديات كتيرة قابلتها وقدرت ان هي تتخطاها، هتكشفها لينا النهاردة في فقرتنا معها. اكيد طبعا البيانيست العالمية مشيرة عيسى هتنورنا، وعلى المستوى الانساني هي شخصية جميلة ولطيفة وطبعا مكافحة يعني من النساء اللي هاجموا او وقفوا بشراسه قدام مرض السرطان. قصه مهمه وملهمه جدا جدا، نقدر نقول ان هي محاربه في على المستوى الفني وعلى المستوى الانساني. هتنورنا دكتوره مشيرة عيسى باذن الله. طبعا على المستوى بقى برضو فقراتنا الفنيه يا جماعه، اللي شاف فيلم كيرة والجن اكيد استمتع استمتاع غير عادي. احنا شفنا عظمه، شفنا كريم عبد العزيز، احمد عز، الورق لاحمد مراد، اخراج مروان حامد. اللي اتفرج على الفيلم ده يا جماعه فيه عظمه، بس جوه العظمه كان دي كمان حته عظمه للفنانه الجميله سلوى عثمان اللي قامت بدور مامه هند صبري في الفيلم، وعملت مشهد من اروع ما يكون يستحق لوحده كده حلقات عنها.
فهتكون ضيفتنا النهارده ان شاء الله في الستات ما عرفوش يكذبوا الجميله سلوى عثمان. خلينا نقول طبعا رحب بقى بيها كمان يا ايمان، لانه سلوى يعني ام مش عاديه، يعني ام في السينما وفي التلفزيون كل دور تقفي عنده تحسي انه هتعمل ايه بعد كده، فتلاقيها بتجننك بحاجه جديده. هتنورنا النهارده سلوى عثمان ان شاء الله. كمان عندنا بقى الفقرة الأخيرة المطبخ، شيف محمود النهاردة محضر لنا الأكل هندي النهاردة. نان ده اللي هو الخبز الهندي بيسموه نان، وبيتعمل ليه طرق كتيرة جدا أشهرها الزبدة والثوم، لكن هو النهاردة عامله بالفلفل والكزبرة، وكمان عامل أسياخ دجاج بالخلطة الهندية المشهورة اللي هي التندوري مسالة أو الجرام مسالة، مش عارفة عاملها إيه بالظبط. ريحة باينة يعني، تيكا مسالة يجنن، تيكا مسالة النهاردة. النهاردة المطبخ مستوحى من ألوان وأزياء لبسنا النهاردة. بالظبط. وهنروح دلوقتي لتقرير لطيف جدا جدا، مفيش تقرير. طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل فقرات حلقتنا النهارده وستات نعرف شكلها. لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا والستات ما عرفوش يكذبوا، واحنا معانا ضيفه الحقيقه فريده من نوعها، هي من اشهر عازفات البيانو في مصر وفي العالم، ليها معارك كتير في الحياه على المستوى المهني وعلى المستوى الانساني كمان، هزمت كل ده بالفن، وبالفن كمان قدرت ان هي تقهر مرض صعب سرطان. لما بيتذكر اسمها في اي مكان على طول مع اسمها البيانو، الآلة اللي هي قدرت تطوعها لدرجة ان بقى في تناغم ما بينهم هما الاثنين. ما تقدرش تعرف مين فيهم البيانو ومين مشيرة. دكتورة مشيرة ضيفتنا النهاردة، أيقونة نجاح على سلم الحياة، زي ما السلم الموسيقي هي حققت فيه نجاح كتير وكبير. الفنانة الدكتورة مشيرة عيسى ضيفتنا في فقرتنا، هتكلمنا عن مشوارها المهني ومشوارها الانساني كمان، وهي منورانا مبهجه حقيقي، مبهجه منورانا. ميرسي يا ايمان والله، ميرسي دكتوره منى، ميرسي يا هبه على الاستضافه. الاخضر يليق بيكي ومنورانا في الدنيا كلها. انتوا اللي منورينا. اهلا بيكي دكتور مشيره، مشمش الجميله اللي هي بتدي طاقه حلوه كده، بتقعد في اي حته، لازم نقول كده. ولازم نقول كمان لكل المشاهدات والمحاربات، يعني مشيره فرحتنا اول ما دخلت قالت لي شعري طلع. ايوه، عشان احنا المره اللي فاتت بتقولي انا كنت لابسه بالبريك كامله. بشاره حلوه لاي واحده بتشوف حضرتك، وما تخافيش وما تزعليش طبعاً، عشان شعرك بيرجع تاني وبترجعي صحتك كل حاجه بتبقى. كل حاجه بتبقى التفاؤل والايمان بالله تعالى، ده حقيقي، والايمان بنفسك وحب اللي حواليك ليك. ولسه بنتكلم عن دعم الزوج وحب اللي حواليك، ربنا يخليكم لبعض، زوج الدنيا كلها داعم وحاسس بيه، والبوزيتيف انرجي، الطاقه الايجابيه دي يا تفرق كتير. اي حاجه سلبيه، ما ممكن الحياه تبقى جميله لكن الانسان سلبي في كل حاجه، مش شايف غير الحاجه الوحشه. صحيح. ده متشائم بقى على طول، متشائم على طول. ولكن انت ممكن الصوره نفسها فيها حاجات حلوه وحاجات وحشه، وتبصي للحاجه الحلوه، بصي للكوبايه الحته المليانه مش الفاضيه. صحيح. طب حتى في اول الازمه، يعني اول ما حسيتي بالازمه كنت قويه كده ولا بالسبورت او المسانده؟ بصي، الازمه طبت فجاه يا منى. ايوه فجاه. بصي انا احكي لك قصه غريبه جدا. اولا المرض الغريب ده هو خبيث ليه؟ لانه ما بتحسش، بيجي فجأة وبعدين بيتطور وكمان مش حاسه، زياره مفاجاه غير مرغوب فيها. لا لا. وبعدين ده مش عدوى، ده مش عدوى، ده حاجه جوه البني ادم، وممكن تبقى وراثه وممكن تبقى حاله نفسيه، ممكن تبقى حاجات كتير. انا حسيت بان في حاجه مش مظبوطه فيا، فزوجي قال لي لا لا، انت بكره تروحي للدكتور حسن معبد ويشوف ايه الحكايه، راجل عظيم. ده بس كده عمل التشيك وقال لي بكره الساعه 8 الصبح اتفضلي. وبعدين قال لي هنعمل حاجه تمام ولازم. أم قلت له طب تحاليل؟ قال لي لا، في ساعتها التحاليل، وطلع فعلا وشال الحاجه الوجه شالها، وخدت بقى كيماوي وخدت اشعاع وخدت العمليه كلها. بس الحب والسبورت اللي بتاع الزوج، الزوج والاخ والام والاصدقاء والدكاتره زي كده بيعلي المناعه. طبعا، ما احنا زملاء طبعا. والله. وقد كده زمايلي وتلامذتي
تلامذتي قد كده كانوا مرعوبين عليا. فالحمد لله. وبعدين يعني بيبقى في اثار جانبيه، الواحد بيبقى مش قادر ياكل، مش قادر يبص. لا كنت بقاومها، ده انا سقت. انا اولا زوجي قعدني في المستشفى مده اطول علشان اطلع اسوق لغايه مدينه السادات حقيقي. دي ما بتحصلش. ايوه يعني ايوه وبالاراده. بس لما جيت اخد الاشاعه بعتني بقى بالعربيه. ليه؟ لان انا ما كنتش قادره اسوق. عشان كمان في محبه وفي دعم. حضرتك قلتي يمكن مفاتيح نجاح كده في الحياه عامه، مش بس أيوة. في الحرب ضد السرطان. أيوة. يقين، ايمان، تفاؤل، حسن ظن بالله. ربنا بقى كمان كافئك بالمحيطين بيكي. بس كده. انا عايزه اتكلم بقى على المحاربه مشيرة عيسى، مش بس في الموضوع ده، من ايام ما كانت مشمش بقى. ما انا ما زلت مشمش وما زلتي طبعا. لا انا قصدي دلوقتي الدكتوره مشيرة عيسى واحده من اعظم فنانات. عايزه اقول حاجه، هي بقى انا تلامذتي بيقولوا لي يا مشيرة الصغيرين والله انا اتنين بني ادم مش واحد. انا دكتوره مشيرة عيسى اللي بتطلع على المسرح، وانا مشيرة. حلو قوي. احنا عاوزين بقى ايه نكلم الناس شويه، عشان اغلب الناس اللي بتسمع اسم مشيرة عيسى طبعا عازفه البيانو الشهيره العالميه، اللي هي كتير من الاهالي لما عندهم عيال صغار تتمرن على البيانو لهم ايه، عايزينكم كده تبصوا للدكتوره مشيرة تبقوا زيها في يوم من الايام. بس البدايات بقى وانت صغيره، وانت ما زلتي صغيره، بس بدايه الرحله من الطفوله كان فيها حروب تانية خبطيها، كان فيها صعاب، كان فيها تحديات. هقول لك حاجه، هي بقى الحروب موجوده مع كل انسان. صحيح. وكل انسان ناجح. قالها لي عبد الوهاب والله الله يرحمه، انا قابلته في افتتاح دار الاوبرا وكان سامع عن مشاكل ليا مع، كانت الله يرحمها دكتور سامح الخولي، ولكن انا في الاخر خالص عيطت جنب سريرها وهي بتتوفى. يعني بيبقى في صراع. وده صراع. ده كانت منافسه، صراع. لا كان في صراع، كان في صراع. الحاجه الناجحه دايما هتلاقي اللي بيحبها او اللي بيغلبها. الشجره المثمره بتقذف بالحجاره. فقال لي ايه بقى المايسترو العظيم محمد عبد الوهاب، قال لي حطي الحرب دي على الارض واطلعي فوقيها هترتفع، هتعلي. مش تستغربي يا هبه ان انا خريجه الكونسرفاتوار واستاذ دكتور في المعهد العالي للموسيقى العربيه. ايوه. طب كان من باب اولى ابقى معيده في كونسرفاتوار. قصه كده هقولها ببساطه. كان في منافسه بيني بين زميله جميله في كونسرفاتوار، وكانت العميده عايزه الثانيه غيري. فطبعا الحمد لله الله يرحمها. الله يرحمها. يعني ده بيحصل في كل حته. فاللي حصل انه انا طلعت الاولى في التخصص. فالدكتوره رتيبه الحفني كانت في الموسيقى العربيه وكانت ست جميله قوي، سمعت عن الصراع ده فنزلت اتنين معيد. نزل انا ما شو انا ووالدي يعني ما شفناش في الجورنان اعلان المعيد. انا ما شفتش ولا حتى والدي. اللي شافه مستر يوسف استاذ الحساب اللي علمني حساب وانا في المدرسه. شاف الاعلان ده، ربنا بقى. فراح جاب الاعلان ده لوالدي في المستشفى، قال له يا دكتور سبحان الله، تسخير من ربنا سبحانه. دكتوره خلي مشيره، ما كنت مشيره مش معيده حتى، خلي مشيره تروح تقابل الدكتوره رتيبه. فراح لها بنفسه. كنت اول واحده هبه اتعين في اكاديميه الفنون من دفعتي. انا اتخرجت يونيو، يوليو كنت متعينه. والله بصي ربنا هو رايد لك المكان الافضل. استني بس يا ايمان، ده مش اسمه بعدين بقى دكتوره سامحه، والله العظيم هي مربيه يعني. والله انا كنت احب انها تحتضني. هقول لك كمان قلبت الناحيه الثانيه خالص بعد كده، يعني حبتني جدا. وهقول ليه. ف يعني دكتور رشاد رشدي بابايا بعتني النمسا مره واحده، لان لازم يبقى فيه تتابع سريع. وامتحنت في امتحان الدخول وفعلا نجحت. فراحت قدمت شكوى فيا عند الدكتور رشاد رشدي، كيف سافرت المعيده مشيرة عيسى وهي في جوز فدوى؟ قال لها بالطياره. والله كان رهيب. كان رئيس الاكاديميه. على فكره الواقعه دي طبعا اتنست خالص، وكملت دراستي في النمسا وابتديت حياتي في الموسيقى العربيه واحتضنوني. ده معهد الحب حقيقي. انا دلوقتي المنتحن الخارجي لكونسرفاتوار وكلهم حبايبي ما شاء الله. والله يعني ما حد الحمد لله برضو محاربه
وقمتي ونجحتي في المجال. لا ده انا اقول لكم بقى ايه اللي حصل بعد كده. بعد كده الدكتوره رتيبه والدكتوره سامحه تخلوا عن برامجهم، كان واحده بتقدم الموسيقى العربيه في التلفزيون والثانيه عالم الموسيقى الكلاسيك. فقالوا بقى الشباب الجديد هو اللي هيقدم. فاتصل بيا المخرج البرنامج فقلت له انا مش هقدم البرنامج غير موافقه الدكتور سامحه. والله على احترامك. والله العظيم كلمتني بقى الدكتوره سامحه قالت لي دكتوره مشيره اعملي ما بدلك، انت الوحيده اللي طلبتي موافقتي. الله عليها. والله فاتقلبت بقى وشايله انا شايله انا الكارت اللي هي بعتهولي حقيقي. والله وانا يعني دايما متفائله ان العايز وربنا روح التفاؤل وشجاعه. طبعا انا عشان كده بدات السؤال ده، انا كنت محضره ان انا اتكلم عني في محاربه السرطان على فكره، عن الحاجات النيجاتيف. النيجاتيف ده بيحطه ربنا في الحياه علشان يثقلنا. طبعا مش كل حاجه بوزيتيف. النجاح عموما ما فيش حد ناجح قوي الا اذا كان فشل كتير واخفق كتير. انا مش بسميه فشل، مش شرط. لا مش بسميه فشل، انا اصل الفشل ده اخر اخر محطه. الاخفاقات او المطبات او الكماين. اقول لك مطب منهم دمه خفيف قوي. في سنه ثانيه عالي انا كنت دايما متفوق الحمد لله. مامتي قررت قبل الامتحان انها تديني مهدئ بالليل علشان 9 الصبح اديتني المهدئ بعمل زي منوم. مش عارفه تصحي. لا مش حكايه مش عارفه اصحى، مش فاكره حاجه اصلا. انا الامتحان دخلته 9 الصبح. كان امتحان بيانو برضه ولا مشيره؟ دي حاجه في حياتي عمري ما هنساها. كان بيانو ولا كان حاجه ثانيه؟ البيانو الاساسي. والله دكتوره مارسيل متى في اللجنه ادي مامتي وبابايا، وكنا في دكتور صلاح عيسى طبعا، دكتور صلاح عيسى وسيده امال سبيلجي والدتي، وهي درست دبلوم الرويال سكولز ميوزك، وهي السبب في اني ابقى عازفه، لان هي كانت حتى حامل 9 شهور بتروح لاستاذه بروفيسور تيجمان ويقولها لا روحي بقى لبعدين تولدي. وابتديتي برضو تاخدك على رجلها وانت لسه بيبي. ايوه انت عارفه القصه يا منى. وكانت اول لعبه ليا البيانو الكبير ده، كان البرسو بتاعي كان على الارض، وكانت مامي تحطني على حجرها وادبدب على البيانو. الله. النجاح جميل، وانا شايفه في عيونك الفخر باللي انت عملتيه وباللي انت وصلتي له دكتوره. بس عايزه اقول لك سؤال يمكن ده يكون ملهم لناس كتير، لاي مدى كونك فنانه، والفنان هنا بيبقى له مواصفات خاصه بتلون حياته شويه، بتديها الالوان وبتخليه اكتر تفاؤل واكتر بهجه واكتر انفتاح على الحياه، بيقدر يواجه اكتر الصعوبات والتحديات. هل كونك فنانه هو ده اللي ساعدك انك تعدي التحديات المهنيه والانسانيه في حياتك؟ لا كوني انسانه. انا الانسانيه عندي عاليه قوي. انا اهلي ربوني على فكره التربيه صح، يعني في الوسط، لا حاجات كتير ولا قليل، في الوسط. عشان اعمل حاجه لازم اتعب فيها عشان اعملها. البيانو عايز مذاكره كتير كتير. ليه التضحيات؟ البيانو صحيح؟ انا كنت لسه بتكلم مع مروه بره الموضوع ده. اسهل اله تبتدي بيها يا ايمان اله البيانو، مع انها عايزه صوابع جامده. لا ما بتخلقيش الصوت موجود، مش كده يا منى؟ ده حقيقي يعني. بس تحطي صباعك على مفاتيح. ما تدربيش اسبوع مثلا او تروحي مصر تقعدي من غير بيانو؟ يعني لازم يعني حتى بيبي وهو قاعد لو حط صباعه على اله البيانو هيطلع صوت. لكن اله الكمانجه ايه؟ ده انت بتقعدي سنه عبال ما تطلعي صوت. الفلوت ايه؟ بتقعدي سنه. ولكن في فرق قوي، ان هنا في لحن واحد بيطلع وهنا الحان كتير وايد شمال. يعني ممكن اعزف زي الاوركسترا، اطلع لك اوركسترا بحاله، شمال ويمين ورجلين وبدال بلوه. فاسهل بدايه واصعب نهايه. ده حقيقي. خلينا بقى نتكلم عن حته يعني ما بنتكلمش فيها كتير، الزمايل في الكونسيرفاتوار. اساتذتك مين وزمايلك مين اللي اتشهروا واصبحوا بقى؟ يعني انا اعرف ان المايسترو نادر عباسي و ده راجل جميل، ده كانوا زمايل. مش بس ده، هو العازف من غير مايسترو
يبقى ايه؟ لان احنا جزئين، جزء اعزف سوليست وحدي خالص على المسرح، وجزء ان انا اعزف كسوليست مع اوركسترا. انت هنا بقى في الاوبرا هنا. ايوه ايوه تمام كده، مع نادر عباسي. على ما اعتقد انتوا الزمايل دفعه واحده ولا لا؟ يعني بينا سنه، بينا سنتين حاجه زي كده. طب والاساتذه بقى في البيانو؟ طبعا مارسيل. لا كانوا روس. لا دكتوره مارسيل فعلا فوت عليها، ولكن كان عندي دكتور نيبال. اساتذتي كان معظمهم روس في مصر، بروفيسور ديميدوف، بروفيسور ميليتا لوركوفيتش. كان عندي اساتذه كتير جدا في الكونسرفاتوار. في الكونسرفاتوار، وكان احنا الدفعه بتاعتنا او الجيل بتاعي استفاد ايام انور السادات الله يرحمه، كان عيد رئيس الفن. عظيم عيد الفن. لا كان رئيس عظيم، جاب لنا الخبراء الروس في مصر. فاكني بتعلم في موسكو. يعني اكننا كلنا طب بمناسبة الروس بقى، انت فتحتي حاجة مهمة جدا. والدكتور جمال سلامة، يا سلامة لما كان في الدورة الافريقية، وانت استعنتي بيه عشان غيرانة مش عايزة الروس هم اللي يبقوا موجودين في الساحة. حقيقي ده دكتور. انتوا زمايل ولا هو سبقك وده؟ لا ده اكبر مني ب 15 سنة. ده لا 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 رحمة الله عليه. كان الدكتور عبد المنعم عمارة كان وزير الرياضة اياميها، فاختارني مستشارة موسيقية ليه في الدورة الافريقية. فاكتشفت ان الموسيقى كلها معمولة في روسيا. ازاي وهي دوره افريقيه في مصر. فاتصلت بدكتور جمال سلامه، وهو ذكي جدا. عمل ايه بقى دكتور جمال؟ اخذ كل الموسيقى بتاعه الروس، وكانت دكتوره ماجده عز هي اللي الله يرحمها، هي اللي بتدربها. دكتوره ماجده عز ودكتور عبد المنعم كامل جميله قوي. قال لها ايه بقى؟ هو ذكي قوي، قال لها امشي على الريتم. هما اتمرنوا على المزيكا الروسي، لكن في ريتم بوم بوم بوم، امشي على الريتم هيبقوا بيرفكت على الموسيقى بتاعتي. فغير الموسيقى. عايزه ادخل في كذا حته بصراحه، لان مثلا ضحكت بقى عليا شويه. انا واحده من الناس اول ما حصل موضوع الكورونا والحظر والقعده في البيت، قلت بس هتعلم كل اللي كان نفسي اتعلمه. من ضمن الحاجات رحت رايحه جايبه بيانو في البيت. طبعا مساله التوافق الذهني، عضلي، ايد مع رجل مع الكلام ده، انا كنت في اللالا لاند. يعني هو صباع واحد تن 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 وخلص الموضوع على كده، وسبته لبنتي ان شاء الله يبقى جزء من الميراث. فالنهارده ان البيانيست تبقى واصله للعالميه وتبقى متميزه في مجالها، لازم سن معين للبدايه؟ يعني طمني قلبي والنبي. لا بصي يا هبه، طبعا للباليه وكل انواع الرقص والسباحه والسباحه ومش بس، وكل انواع الرياضه اللي هي زي الجيمناستكس والايه والحاجات اللي لازم من سن 6 سنين. والموسيقى 8 ينفع ولا ايه؟ والسيرك 8 وكل الحركات البهلوانيه. عايزه اتفائل 8 ممكن برضو. طيب. بس الستة احسن. ستة احسن. طيب. بس البيانو ممكن على كبر يعني برضو، بس مش هتوصلي للعالميه. لا لا ده ما انت عارفه يا منى، بس ده 6 ساعات بيانو في اليوم، 10 ساعات بيانو في اليوم، 12 ساعه ده واحنا صغيرين. لكن دلوقتي لا، يعني دلوقتي اكتفي بساعه ونص ساعتين، لان عندي اوريدي تكنيك. ولكن شوفي بقى التضحيات، يعني انك تخلي طفله، يعني انا ما كنتش بروح بيرثدايز، ما كنتش بروح اعياد ميلاد. كان مامتي تخليني اشوف التلفزيون نص ساعه يوم الجمعه، وبعد كده ما طبعا داخله مسابقه عالميه. ايوه امال ايه؟ زي كامبس، زي معسكر بتربى في مصر اكني في معسكر بس مستمر طول الحياه. ايوه. طب مالوش سن يعني؟ بس مش للدرجه دي دلوقتي. لا خلاص يعني يستحسن بدايه من الصغر. دي سن بقى يعني في صوابعنا بتضعف في سن معين مثلا، العضلات نفسها لازم تتكون، ولا طول ما انا بتمرن طول ما انا قويه؟ لا حبيبتي، لازم العضلات نفسها تتكون وتتوسع زي الباليرينا. الباليرينا مش لازم، ايمان تقول لك الباليرينا مش لازم تعرف الشباجات بتاعها لما تفتح على الارض كده. اللي بتلعب جيمناستيك اللي هم بالتدريب الايقاعي ده ونط، يعني مفيش اعتزال. ده ممكن ونش بقى، واحده كبيره ترمي نفسها على الارض ونش يشيلها بقى. مش بس هل شرط تقوم. صحيح ان البيانيست لازم تبقى صوابعها طويله شويه عشان تبقى متحركه؟ الحمد لله. انا برضو دي خلقه ربنا بقى. ولازم تفتح، يعني تلامذتي يقولي بتفتحي صوابعك ازاي؟ زي الباليرينا. ده لازم تمرينات بقى. دي تمرينات طبعا كتيرة. تدريبات. طيب كمان بيقولولنا المخ كمان يا إيمان. طبعا الذاكرة، الذاكرة يا نهار أبيض. ما دي بقى التوافق الذهني والعضلي كانت بتتكلم عليه هبة، وأنا سعيدة نجحت فيه نجاح باهر. بس كان في أستاذ بيدرسك ولا لوحدك خالص على البيانو؟ 3 أساتذة في شهرين.
ثلاث اساتذه طفشتيهم يا هبه اكيد لا هم ضميريا ما قدروش يكملوا قالوا يعني احنا بناخد كده منك فلوس بتضيعي وقت مش من حقنا مش غير المهنه او حاجه خافوا على فلوسك انا طبعا مع احترامي لكل الاساتذه لكل مقام يعني الاستاذ مهم قوي نوع طبعًا. الاستاذ طبعًا. طريقه تدريسه التجاوب بين الاستاذ والطالب صحيح ما لازم يكون في تناغم كيميا. مش كده هارموني تناغم التناغم عندنا في التناغم هو حياتي حتى في بيتي تناغم طبعًا. حتى في لبسي حتى في مجموعه اصدقائي انا اصدقائي قليلين جدا على فكره لان الصديق الحقيقي زمايلي كتير صح. لكن الصديق كتير. الصديق اللي فعلا تفتحي له قلبك ده الماز ولازم صحيح. الواحد يحافظ عليه مش بالكتر مش بالكتر بالقيمه بالقيمه انا عندي كان تجربه بس حابه اسال حضرتك الاول علاقتك بتلامذتك بجيل اللي طالع انا عارفه ان حضرتك بتعتبريهم كلهم ولادك علاقتك بيهم ازاي وهل ضروري انه بتخلقي علاقه انسانيه شخصيه بينك وبينهم عشان تقدري تدرسي لهم وتعلميهم زي كده ايوه تمام ده كان فين بصي حضرتك اولا علاقتي بيهم بتمر سنين بيبتدي زي ما مش عارفين انا خالتهم ولا عمتهم انا مش استاذه ايوه ده انا صديقه ده انا ام ده انا ممكن يحكوا لي حكايات ما بيقولهاش لمامتهم يا شقوقي اكيد ايوه أكيد أيوة طبعا انا ممكن اعدل لهم القعده ممكن اعدل القعده والوقفه انا بعلم الحياه ام تيوتر اللايف تيوتر انت رول موديل بالنسبه لهم في كل حاجه ايوه ومثل طبعا لان الانسان انت مش بس بتعلمي العزف او احنا بنعلم الغنى انت بتأثري بشخصيتك طبعا حبايبي صغننين قاعدين هنا على البيانو شوف البيبي قاعد على حجري طب شوف طبعا دول حاجات قديمه يعني بيسعدوكي لما بتشوفيهم دلوقتي عرايس وارسال لا دول دي من سنتين ثلاثه هي كبرت شويه كده لكن يعني حقيقي طب انا عايزه اسالك سؤال يا دكتوره مشمش بقى هي دي جديده بقى دكتوره مشمش بتعرفي منين اذا كان الطفل او الطفله من اول الخط كده هيجي منهم او لا يعني انا عندي تجربه شخصيه كانت بنوتي وهي موهوبه جدا في البيانو من وهي بيبي كانت بالبامبرز لسه وبتقعد على البيانو تسمع وتطلع الحاجات سماعي وهي عمرها لا يتجاوز 5 6 سنين بتطلع اغاني وفيروز وام كلثوم وكلام من ده بس اللي اكتشفتها مارسيل متى في الاوبرا استاذه الجميله مارسيل اول عازفه بيانو في الشرق الاوسط صحيح طبعا دي تاج راسي بتعرفي منين اذا كانت ليها دكتوره نيبال منيب صحيح ويا ليها العبد لله طبعا ما شاء الله ما شاء الله عشان كده بسالك اعتراف بحق فضيله للاساتذه ما عشان كده بسالك امتى الام تنتبه ان بنتها او ابنها موهوب فعلا وتجيبه لك فانت تعرفي تقولي لها لا هيجي منه هيكمل او تقدري تقولي انه لا هو ما ملوش فيه ما عندوش منه هقول لك يا ايمان بصي اولا بيبقى صوتهم حلو بيدندن ويغني يطبل يعمل الايقاع ويعمل لحن كويس ودنه كويس هتقول لك بقى المغني ده امتحان القبول بتاعنا قسم الغناء يقول لك حقيقي وبعدين تلاقي حالم بيسمع مزيكا كتير هي كايلا هي قولا واحدا الصغنطوطه دي بتلحن لي باكج كده على بعضها البنت بتلحن لي الكلام لما تيجي تتكلم معايا دي موهوبه تبدا تلحن لي اه والله اجيبها لك من فضلك لا كايلا بتغني ده انا كان كل يوم اروح المدرسه ارجع من المدرسه باغنيه جديده لا بس اعمل ريكوردر يعني كل يوم اغنيه جديده ان 8 سنين في منها رجا انا عايزه بقى ارجع شويه كمان لاول استقبال ليكي بره مصر اول حدث فني كبير في حياه دكتور نشيره هقول لك بقى على معلومه ويا رب تتحقق يعني الحقيقه انا ومايسترو احمد السعيدي قدمنا عمل قليل جدا في العالم بيقدم هندمت الفور تمبرمنتس فور بيانو اند اوركسترا ده قدمناه في النمسا وفي تشيكوسلوفاكيا وفي رومانيا ومع في قاعات كبيره جدا وصعب جدا الكلام ده من 25 سنه وانا طلبت من مايسترو احمد زي ما طلبت المره اللي فاتت اني اعزف لدكتور جمال وعزفت فطلبت هنتكلم عنها لازم مرحله فعزفنا الهندمت ده عمل معاصر لبول هندمت بتاع مؤلف ألماني وعزفناه في الموزارت زال في الكونسرت هاوس من أكبر قاعات فيينا
ولينا تسجيل بعد الاوبرا تسجيل في اكاديميه فيينا الاوركسترا. شوفي بقى خلينا لانه نادر العزف ليالي الانس كلها وعزفته على الغايب كمان. يعني انا مش عارفه عزفته على الغايب ازاي يا بس خلانا عزفه يعني بتنحلي لها قامات بره وبيصفق لها الجمهور الحمد لله. طب تعالي تعالي نقلب في البوم الذكريات كده ايه اللي حصل. تعالي نقلب في البوم الذكريات انا عايزه اعرف ايه اللي حصل. ايوه دي لشبونه عزفت في المقر بتاع الاتحاد الاوروبي والحمد لله ستاندينج اوفيشن يعني بعد ما خلصت القاعه كلها وقفت تحيه وبتبقى اقيم تحيه ستاندينج اوفيشن وكلهم سفراء ووزراء وجاليه مصريه عارفين يعني ايه واحده مصريه وانا اصريت حتى العلم المصري سفيره فجابوا سياده السفير لان انا احمل جنسيه نمساويه فكان العلم النمسا علم اتحاد اوروبا ده لا يمكن. قلت لهم هاتوا المصري لانه هو الاولاني. الله عليكي اهو طبعا. عندك طقوس خاصه او استعدادات خاصه قبل كل حفله وخصوصا لو حفله من العيار الثقيل زي كده يعني مثلا حضور اولا عايزه اقول حاجه بقولها للطلبه ان 100% is not good enough. يعني ايه لما يفتكروا ان هم عارفين العمل 100% فده مش كفايه. اقول لك ليه؟ لان على المسرح كلنا بنبقى متوترين صحيح فبينزل 30 يبقى انا لازم اعمل 200% لازم اذاكر. فلما بيجوا يعزفوا لي حتى قبل الامتحان ليه الحمد لله تلامذتي بياخدوا نمره نهائيه لان لما بيجوا يعزفوا لي وبيلعبوا حلو قالوا مش كفايه. طب ليه يا دكتوره ده انا بلعب حلو قوي؟ قلت له بس مش كفايه لازم يوصل للباك مايند يعني كمان لا ده لازم فعلا ما بفكرش فيه أيوة عشان ما انساش على تمام حتى في المسرح عشان منع للاخطاء صحيح. طيب انا عايزه اعرف اللي حصل في النمسا بقى لما كنت بسالك السؤال بتاع اكبر حدث حصل ليكي لاول مره وانت بتعزفي بره. ما هو لا ده الحدث بقى الغريب اقوله لك الصرصار اللي وقع في راسي وزعلت مني سفيره مكسيك لان فعلا بس هتزعل مني تاني دلوقتي. انا رحت عملت عزفت في مهرجان سيرفاتيرو الدولي فعزفت في كل مكسيكو وبعد كده رحت غواتيمالا ورحت بليز عملت جوله في امريكا اللاتينيه فعزفت في حته يا هبة زي البحر الأحمر وكان يوم زلزال سان فرانسيسكو فأنا في باخا كاليفورنيا فكاليفورنيا ليها تكملة في المكسيك صحيح. ففي الوقت ده أنا كنت على المسرح وفي زلزال في كاليفورنيا فوق وأنا الهزة ما حسيناش بيها ولكن الحشرات والحاجات دي بتحس خرجت أنت عارفة أن الصرصار أساسا مكسيكي يعني الصرصار جاء مصر مع افتتاح قناه السويس ودخول السفن ده حقيقي صرصار امريكاني ده كل اعلانات المكسيك عشان الصراصير يعني مش هنحدد له جنسيه دلوقتي المهم انا هحكي لك هيزعلوا مني 30 مره انا بعزف بقى وسط العزف والمكسيكيين بقى قاعدين مركزين معايا في اول ثلاث صفوف ولقوا الصرصار وقع حسيت بيه. المهم بقى ايه وكنت لابسه فستان روز فالفستان الروز فباين فايه عماله العب يوجا يعني مركزه خالص في العس وايه يعني صرصار ما عندنا كتير في مصر. المهم ساب الفستان وابتدى يطلع على رجلي وانا ايه يعني ايه عايزه الصرصار تخلص. المهم بعد ما خلصت رجعت ورا وقعدت اصرخ يعني باك ستيج صرخت باك ستيج بعد ما خلصتي بس ده قالوا لي بيقرد ده قالوا لي ده بيقرد بس استاذه ده ايه ده استاذه جنبه كتبوا عن الموضوع ده في مكسيكو ان قد كده كنت متحكمه في نفسي ضبط النفس بقى على المسرح ومفيش ضبط النفس بقى. والفنان بطبعه معروف ان هو مزاجه بيتقلب وفي بعض الناس بتقول عليه غريب الاطوار احيانا فمش اي حد يستحمله خصوصا لو الحد ده شريك حياته اللي هيعيش معاه في بيت واحد وهو يفكر يقول لك ايه طب انا الجواز ما هو ممكن ياخرني لورا. ما هي دي ميزه الزوج بقى اللي بيشجع وبيدعم المظلوم دكتور محمد هلال. هنتكلم عن اللي مظلوم هنتكلم عن اللي مظلوم مع الدكتوره مشمش بعد الفاصل في الستات ما يعرفوش يكذبوا. لسه مكملين معاكم الستات ما يعرفوش يكذبوا بس بيعرفوا ينجحوا كويس قوي وعندهم قدره هايله على التحدي تحدي الظروف والوصول للهدف. يمكن بنقدم هنا في البرنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا دايما نماذج جميله وملهمه ومشرقه ومبهجه بتدينا جرعه من التفاؤل بس دايما ما يسلمش الامر من الكلام عن الرجاله برضو احنا جايين ليه احنا عايشين ليه
بنتكلم بقى على النص الحلو، النص الثاني، الراجل شريك الحياه في حياه دكتوره مشيره اللي بتضحك، اللي قدر يستحمل الموديه الشديده وتقلب المزاج اي فنان كده، وقدر ان هو يتعامل مع ده. وهي النهارده انا عارفه ان انت عايزه توجهي له رساله. او بصي، انا هرجع بس كاستاذه لورا شويه. الرجل في حياتي اكتر من رجل، اولا الرجل الاب. أيوة. دكتور صلاح عيسى. دكتور صلاح عيسى طبعا، الله يرحمك يا فندم. طبعا الرجل الاخ دكتور محمد عيسى. الرجل الزميل. الرجل الاستاذ. والكفه الثانيه الزوج. يعني البالانس بتاع كل ده بقى الزوج. لان هو اللي ايه بيكمل الحياه، اللي هو معانا الصوره طبعا. أيوة، اللي هو في كل، هو في الاب وفي الاخ وفي الصاحب. أيوة، وفي كل دول الصديق، كل ده. فالرجل في حياتي الانسان طبعا دكتور مش واحد. صحيح. ولكن اللي بيحتوي بقى مين؟ هو طبعا هو مهندس دكتور محمد هلال. مهندس هو، عشان الناس تبقى عارفه. مهندس دكتور واحدى عباقره مصر الحمد لله. لما جيتي تتجوزي ما خفتيش انه الجواز ياخرك خطوه يحجم نجاحك؟ انا اتاخرت في جوازي يا ايمان اصلا. انا اساسا اتاخرت. مركزه في المستقبل. ايوه يعني انا الزواج، انا الناس كلها كانت بتتجوز وانا لا. عمل يعني فيكي ايه الجواز؟ هو اصله امرني بالزواج. هو عمل حاجه لطيفه جدا، احنا اتقابلنا وبعدين بعد 10 سنين اتقابلنا تاني. الله. ده نصيب. نصيب. وهو كان متزوج قبلية ولكن انا ما باخدش حد من حد، فهو وست جميله جدا وبحترمها جدا، وبعدين ما كانش في وفق بينهم. يعني من 10 سنين في اول مقابله كان مازال متزوج؟ لا، كان سايبها اول تاني مره ولا حاجه زي كده. يعني كان سنجل. وبعدين يعني اتلبخنا، وبعديها ب 10 سنين اتقابلنا. القدر برضو وتزوجنا. اول ما اتقابلنا قالي تتجوزيني بقى وما مالكيش حاجه بقى. لا ده عمل حاجه كمان لطيفه جدا، خدني مطعم الصيني في الزمالك وحط لي شوربه حراقه. وبعدين قلت انا كنت من الحرقان، مش مش ان انا واقفه. ايوه مش عايز يسمع خلاص دكتور صلاح حضر الشربات. والله حقيقي يعني هو شخصيه لطيفه جدا وحنون، والحمد لله. الحياه فيها ابس اند داونز، ولازم الانسان يكون اولا. لما تزوجته في مرحله اخرى من عمري، كان خلاص معاه دكتوراه وهو كمان معاه دكتوراه في ندوك. ايوه فيعني وانت على ارض صلبه برضو انت. الحمد لله. ايوه وبعدين انا بسيطه زي ما قلت لك يا ايمان، انا شخصين، انا ما بعيش في دور دكتوره مشيره عيسى. انا مشيره عيسى دي بقلعها وبخش البيت ببقى مشيره. ازاي هي الانسانه يعني هي المشيره اللي جوه البيت تختلف في ايه؟ اللي قاعده قدامك دي اللي جوه البيت. ايوه ايه الحلاوه دي؟ ايوه والله اللي قاعده قدامك. والله احنا كنا في الانترو بنتكلم على فكره الفرصه الثانيه اللي الست ممكن تديها لراجل، وبالتحديد لو الزوج. وحضرتك قلتي دلوقتي في الكلام اي حياه فيها ابس وفيها داونز. فيها صعاب وفيها مشاكل. فيها خلافات. مفهوم الفرصه الثانيه اتوجد في علاقاتكم الزوجيه؟ ده بالتاكيد. ازاي؟ مثلا اصل انا زوجي فعلا من غير ما نقول فضايح. لا لا ابدا. وهو وسيم فبيبقى يعني في انجذاب على اقبال. فممكن يعني بيبقى في لكن طبعا في اللي اكبر وفي اللي اصغر وفي اللي اجمل وفي اللي اوحش، وكل الستات حلوين. مش بيقولوا كل الستات بتحبك؟ طب ازاي انت بتتميزي بقى؟ فلازم يبقى في ثقه في النفس. وثقه فيه طبعا. وثقه في روحه، وهو ثقه فيا لان طبعًا. انا كمان ليا معجبين طبعا. ولا ايه رايك؟ طبعا. وكمان حياتي فيها عازفين وفيها مايستروهات وفيها كل حاجه وفيها صحفيين. ست حلوه مش بس ست ناجحه الحمد لله. عايزه بقى فلازم يبقى في ثقه وفي احترام طبعا. صحيح. والاحترام اهم من الحب كمان. صحيح طبعا. ده اللي بيكمل الحب هو المتبادل. ولازم يبقى فيه كمان تكافؤ. تكافؤ لو ما فيش التكافؤ ده احنا ما فيش غيره بيننا خالص. خالص كل واحد محقق نفسه وكل واحد واثق. ايوه في تكافؤ. تكافؤ في العقل وفي ما فيش غيره من بعض، بس في غيره على بعض. على بعض لكن ما فيش غيره من بعض. لا في تكافؤ. في حاجه كمان مهمه قوي. انا مؤدبه في علاقاتي، بمعنى حتى لو في تعليق صوت او حاجه ما بردش. انا عاجبني قوي اللفظ ده، انا مؤدبه في علاقاتي. الله عليك. ما بردش. فبيبقى في
مراجعه هنا وخلاص. الله عليك. خلاص عايزه ارجعك بقى لمارس اللي فات ومهرجان الاعمال الكلاسيكيه في الموسيقى العربيه، وطبعا الكومبوزر رحمه الله عليه برضو جمال سلام. عايزه ارجع تاني النقطه دي، هو ليه اعمال عالميه كبيره جدا جدا، ودرس على ايد خدش دوريان، وكان الدكتوره رتيبه ليها راي برضو انه جمال سلامه لو سابه بقى من هو عمل علامات مصر اليوم في عيد والمش عارفه ايه ويلا من سعيد، حاجات خفيفه كانت دايما تقول لو ركز ككومبوزر احنا عندنا حد عالمي. انت مؤمنه بالحكايه دي ولعبتي له كذا مره في حياتك؟ بصي دكتوره منى، دكتور جمال كان زي كده شخصيتين. هو راجع من روسيا، كان مع أرام خاشدوريان اللي هو مؤلف القرن العشرين، صحيح. اللي هو قال ده مستقبلي، لكن هو عايز يرجع مصر وعايز يكون نفسه ماديا. الموسيقى الكلاسيك ما بتعيش، ده لازم يعرف يعيش. طب هيعيش ازاي؟ فيبقى لازم يخش في السوق ويعمل افلام ويعمل ايه ويعمل ايه مع سميره سعيد ومجد لازم. وعمل حاجات حلوه، حاجات رائعه، وعمل حاجات في السوق، وعمل حاجات رائعه. لكن اروع حاجه عملها كونشيرتو البيانو اللي انا عزفته اخر مره، وعزفته له 3 مرات. سمعك هو مرتين على حياته دكتوره منى. مره 2016 اول مره، وانا الوحيده اللي بعزفه على فكره. صعب جدا وجميل جدا، وعندنا لقطات. وقال لك ايه لما سمعك بتعزف؟ قال لي مشير عندها عبقريه اداء. عبقريه اداء يا سلام. يعني شهاده ليا جميله جدا. والالحان اللي عاملها في الكونشيرتو ده، وحاجه على مستوى الناس بتطلع فعلا. يا ريت لو معاك حاجه منه من مهرجان. انا مديهاهم بس مش عارفه هيوصلوا له ولا لا. طيب انا عايزه ارجع بيكي حته صغيره، مش بهتم قوي بالموضوع ده. انت قلتي العلاقه ما بين اتنين اساسها الاحترام قبل الحب. ما هو الاحترام والاهتمام والاحتواء هيخلق حب، ده بالتأكيد طبعا. أكيد أنه دكتورة مشيرة بتتحول لحد طفلة. أنا بشوف أن الطفولة أحلى حاجة في الست، مهما وصلت ومهما حققت الطفولة تظل أجمل ما فيها، ولازم تفضل حريصة عليها وتنميها دايما. فأكيد قبل الحفلة بتسأليه رأيه في لبسك، رأيه في فستانك، أنا عملت كويس النهاردة، طب الناس سقفت إزاي، طب خدت بالك، ده بيحصل في العلاقه دي بينك وبين؟ لا لا لا، هو العلاقه دي بيني وبين مامتي. ليه؟ لان مامتي استاذه طبعا وعزفت بيانو، شيء طبيعي. وهي بقى ممكن يكون زوج عظيم ورائع بس ملوش في البيانو. لا لا بس برضه بيقول لي، يعني بيقول لي اولا الحمد لله المسرح له زي، انا بلبس اسود على طول في المسرح لسببين، اولا الاناقه بتاعته، ثانيا بركز اكتر لان انا ببقى بص على البيانو او بص على القائد، وكلنا لابسين اسود وعايزه الناس تركز في عزفك. أيوة، مش في فستانك. وانا مركزه. البيانو قدامي ابيض في اسود، المفاتيح، وهنا مش شايفه لا احمر ولا اخضر ولا اصفر، بس يبقى انا شايفه المزيكا اللي انا بعزفها. الموديلات بتختلف، اما تفتحي الدولاب بتاع الفساتين السواريه كله اسود. كل اشكال الاسود. بس اشكال مختلفه يعني. بس محمد ما بيتدخلش في فني ابدا ابدا. هو واثق في امكانياتي الفنيه. طب ايه النصايح اللي ماما كانت دايما بتقولها لك وتاكد عليكي فيها قبل ما قبل الحفله او قبل اي حدث مهم؟ المذاكره الكفايه، لان التمرين الكفايه هو اللي هيوصل للاداء الجيد. ايه تاني؟ النوم كفايه اولا. انا شخصيا بنام 8 بالليل، يعني زي الاطفال 8 ببقى في السرير. يبقى تقومي كام الصبح؟ بقوم الساعه 4 او 3 بس، وتكملي يومك. ممكن. والدكتور محمد لما يكون هو نفس الحكايه زعلان منك بتلعبي له الصبح؟ يا لا لا لا، ما بعزفلوش حاجه خالص. هو ما بيزعلش منك اصلا؟ لا لا، ما حدش بيسمع عزفي غير الجيران وانا بذاكر. أيوة. لدرجه ان الجيران في مدينه السادات مره وانا بذاكر جمال سلامه اخر مذاكره بيقولوا لي احنا كنا نضرب الجرس عشان نسمع جوه البيت. جوه البيت طبعا. انا عندي تصور انك مثلا لما تكوني عايزه تعبري له عن حبك فتعبري له باغنيه لذيذه على البيانو. لا في عيد ميلاده ممكن. الفقره اسمحوا لي انا عاوز اخد برضو استاذه مشيره او دكتوره مشيره في حته، لان بقى انا عارفه ان انت صادقه وصريحه وواضحه. طيب اكيد في مجال العزف على البيانو واللي تعدوا في العالم يعني على الصوابع اللي هم زي حضرتك كده من العمالقه، مين المنافسه بتاعتك في مصر؟ مش المنافسه كامراه، انا هقول لك. وانت اكيد عارفه المغزى من السؤال. لا حبيبتي، اصل بصي للاسف الحياه شاقه جدا لعزف مين المنافسه البيانو. والعلاقه بينكم ما هو ما فيش منافسه للاسف، المنافسه كلهم رجال
ليه؟ لأن يعني دكتور مجدي ياسا مثلا يعني دكتور رمزي ياسا طبعا أستاذ المنافسة مش بمعنى راجل أو ست فكرة المنافسة بشكل عام لا هو بصي أنا عندي رأي شديد جدا بتعزيزي شرقي أكتر ولا غربي لا أنا هقولك السماء مليانة نجوم مفيش نجم واحد صحيح فاللي يفتكر نفسه نجم لوحده يبقى مش نجم خالص صحيح والعطور مختلفة وكل أي بالظبط كده الدنيا مليانة ولو لا اختلاف الأذواق لبرت السلع والناس فيما يعشقونه أنا إنسانة مجدة جدا أنتوا مش بقى مش ما قريتونيش في السؤال بتاعي إحنا بنعشق عزف دكتور مشيرة وبنعشق عزف طبعا الكبير عمر خيرت لما بتسمعيه بيعزف كده بتحسي لا 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 ده كلمة تانية خالص ده عمر ده زاوية تانية خالص هقول لك ليه أيوه بقى هقول لك ليه أنا عازفة مش مؤلفة بعزف كل حاجة صحيح لكل الكومبوزرز عمر مؤلف يعزف مؤلفاته صحيح وعازف ماهر جدا ولكن بيعزف مؤلفاته لكن واحد. هو مؤلف فاهمة تعزفين له حاجات؟ لا خالص لأنه كمان هو ما بيديش النوت بتاعته لحد يعني انا مش بعزف سماعي مش كده معاه الو استاذ عمر انا عايزه احلى حاولنا أعزف حاجه حاولنا ان تلامذتي حبوا يعزفوا مؤلفاته طبعا جميل بس يبقى في حد من تلامذتك يعني مستبشره له برضو خير يكون ان شاء أيوة الله ايوه انا عندي تلامذتي حاجه غريبه جدا هقول لكم قصه غريبه نقول له من فضلك يا استاذ عمر بعد اذنك هو دكتور عمر طبعا دكتور عمر احنا عاوزين بنعشق معزوفاتك وبنعشق يعني مقطوعاتك الموسيقيه وعاوزين نسمعها منك دايما ومن الناس الاساتذه اللي زي طبعا دكتوره مشيره يا ريت بس يجيب لنا النوته انا اقول لك على حاجه غريبه طبعا جدا ما يسر عمر انا كتبت رساله الدكتوراه بتاعتي على استاذ عظيم اسمه إيجناس تيجرمان فده كان كونسرفاتوار في مصر وكان لازم الاقي حاجه بين النمسا وبين مصر فهو كان يعشق النمسا وهو كان بولندي الاصل وهو توفى في مصر ودفن في مصر فانا عملت الصله دي وهو وانا طفله يمكن كنت اصغر تلامذته وهو توفى بعدين كان راجل كبير قوي في السن وكتب لي مؤلف سماه بور مشيره الى مشيره الله جه بقى من سنتين احدى تلامذتي عمل لي مؤلف وكتبه بور مشيره يبقى الله يعني الله الاستاذ كتب لي والتلميذ كده الله ايه الجمله اللي تحبي تختمي بيها الفقره دي احنا خلصنا اللي هي الحكمه او الكوت الخاص بيك انت اللي انت بتقتنعي معتقده فيه جدا حاضر الاجاده التواصل مع الناس ولكن بحذر ان تفوكس على نفسك ما تبص الشمال ويمين هتوصل اسرع لان طول ما انت عمال تبص شمال ويمين وتقارن وايه بتضيع اهدار وقت نورتينا يا دكتوره مشيره دكتوره مشيره عيسى بيانيست المصريه العالميه الجميله الايقونه حقيقي نورتنا فقرتنا دي ستات ما يعرفوش يكذبوا ان شاء الله هيبقى لنا لقاءات جايه مع حضرتك كتير في حلقات جايه نورتينا وشرفتينا عيوني تسلم عيونك الحلوه وهنروح لفاصل وهنرجع بعد الفاصل مع الجميله اللي كل ما الناس تفتكر ان هي طلعت كل اللي عندها تفاجئهم لا ده لسه فيه لسه ياما هتنور ولسه ياما في الجراب يا حاوي الجميله سلوى عثمان بعد الفصل أنا قلبي واكلني قوي على البت سماح خايفة ليكون أيوب عمل فيها حاجة بعد ما خدها من عندنا حبيبي ردي عليا يا بت ردي عليا يا حبيبي ردي يا قلبي حرام عليك إن أنا عايزة عقل مش عايزة تجنيني قتلتوا مرات أخوكي وابنه وعايزين تقتلوا هو وبنته إيه يا بنت كلميني عادل زي ما بكلمك لحسن وديني اكلك باللي في رجلي انت تخشي بقى تلم هدومك وتاخد فرقه المقاطيع بتاعتك دي وتخرجوا بره شقتي ما حدش هيفتش الشنطه ما فيهاش حاجه ما تفتشها ليه ما فيهاش حاجه الشنطه ما فيهاش حاجه هتفتشها ليه انا حلوه يا قالتها لك بدل المره ألف احنا اخوات مفيش حاجه تانيه كده ولا كده ولا كده شهاده بس
ايه الجمال ده؟ انا وانا بتفرج دلوقتي على الكليب ده حسيت بالوان الطيف الانساني، الوان الطيف الفني، الوان الطيف الدرامي. ضيفتنا زي ما شفتوا كده بالظبط، هي حبه التمثيل من وهي صغيره، عندها جينات التمثيل، عندها منه زي ما بيقولوا. ورثت التمثيل بالفن من والدها. بدات حياتها من دراما الاذاعه، اشتغلت مسرح وسينما ودي كانت محطات مهمه، وراحت للدراما بعمق وبعنف رغم تعدد ادوارها، كل دور له طعم وشكل ولون ومعنى. في كتير عندها من البدايات ظهرت انه في فنانه قديره حققت نجوميه بس بطريقتها الخاصه، لا حد يعرف يقلدها ولا هي عمرها قلدت حد. العشر سنوات الاخيره تحديدا ظهرت في دور الام في اكتر من عمل وركزت فيه قوي، واخرهم كان فيلم كيرة والجن اللي عملت فيه طفره. كل ما يقولوا خلاص ما عندهاش تاني خلصت، تطلع وتنور وتدور في الشخصية لحد ما تجيب قلبها وتقدم الشخصية برضو بطريقتها الخاصة وتثبت للكل انه لسه ياما في الجراب يا حاوي. حتى ادوار الام اللي عملتها كل دور مختلف عن التاني، مفيش دور زي التاني. ضيفتنا النهاردة في الاستوديو الفنانة الجميلة القديرة سلوى عثمان، اهلا بيكي منورانا. الله يخليك يا حبيبتي، انت اللي منورة ومنى منورة وهبة منورة، كلكم منورين يا روحي. منورانا منورانا كل الشخصيات اللي شفناها دي، بنحبك فيها ووحشتينا جدا، ومبروك الفيلم الجديد. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يبارك فيك، ميرسي على الكلام الحلو قوي اللي انت قلتيه. لا اقل حقيقي من اللي تستحقيه بجد. ميرسي يا روحي. اكتر بقى، بصي بقى طبعا شفنا هنا مجموعه من اللقطات الاعمال الدراميه الخطيره للقديره سلوى عثمان، بس اسمحي لي انا عايزه ابدا بكيرة والجن. يا جماعة أكيد اللي شاف الفيلم بتاع كيرة والجن وشاف يمكن الدور ما كانش كبير في حجمه كمشاهد للأستاذة سلوى، بس إيه العظمة في المشاهد اللي عملتيها دي. مش عاوز أحرق الفيلم، بس في ماستر سين، ماستر سين الأم اللي بتأمر بقتل بنتها، لكن ما أحرقهوش. أنت جبتي الحالة دي إزاي؟ والكواليس كانت عاملة إزاي عشان تتأهلي للمشهد ده وتتأكدي كل السينما قاعدة بتعيط أصلاً؟ بصي هو انا كنت لما استاذ مروان بعت لي، استاذ مروان حامد يعني بعت لي وبعدين بيتكلم معايا بقى في الدور وبتاع، وبيحكي لي انه هي البنت برضو انا مش عارفه بقى يعني اقول ولا ما اقولش. يعني المهم يعني فقال لي انا عايزها ست قاسيه جدا، وعارفه صعايده زمان غير دلوقتي، اكيد برضو صعايده دلوقتي البنات نزلت تتعلم وبرده الشباب وبتاع، فالحكايه بقت اسهل. نتكلم طبعا 1919 لكن ده 1919 اللي هو سعيد بقى الجواني وايه والشده كلها يعني. فبيقول لي انا مش عايز، قلت له طب يعني لما يحصل للبنت كذا انا طب ما عيطش، ما يعني برده بنتي في النهايه مهما كان. قال لي ولا دمعه، مش عايز اشوف ولا دمعه في عينيكي خالص، يهديك يرضيك ابدا. ما فيش، افتكرت المشهد قلبي وجعني تاني دلوقتي. قال لي لا 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 خالص خالص خالص، انا بيني وبينك كنت خايفه لانه انا طبعا الناس متعوده مني على ان انا بطلع الام الحنينه والوش المصري الطيب والمش عارفه ايه والكلام ده كله. الصوت لما في الويلكم بتاعك يقطع القلب يعني، صوت ام. فانا بقيت خايفه من الدور ده بالتحديد. ليه؟ لانه انا مش عايزه يطلع همسه تبان ان انا طيبه ولا ده الصوت والاداء في يعني اسمحي لي يعني الشر وجحود. ايوه جحده، ماما كلهم بيقولوا لي انت جحده. يعني الناس ما خفتيش؟ ما انا كنت خايفه، انا بقول لك كنت خايفه لما هو قال لي ده، بقيت خايفه لان انا مش عايزه يعني افرحك. انا كنت خارجه من المشهد ده سوري يعني مش طايقاكي كأم هند، مش ك هو ايه ده. لانه ده معناه ان انا طبعا ايه يعني تفوقتي. عارفه قاومت ان انا مش عايزه وشي يبان عليه اي طيبه خالص. استعديتي ازاي؟ لانه لو انت ما بانش خالص انك ام هنا خلاص اصلها تلاقيها مش بنتها. لكن لازم يبان انك ام بس ما فيش مشاعر وما فيش دمعه. ما هو ما فيش ازاي حتى لما جه احمد عز ويعني المشهد اللي بعده بقى. المشهد اللي بعده بتاع حتى يعني انها البنت ماتت وهي بقى ده هنا بقى النقله، هنا هي نقله بس نقله برضو خفيفه. لان هي في عرفها ان البنت دي فضحتهم. يعني كان المفروض نسامحها ما نسامحهاش بتاع، هي احنا غلطنا ما غلطناش، هي البت دي في عرفها انها فضحتهم في الصعيد. والفضيحه في الصعيد يعني ده واحد بس
يعني في مشهد بقول لها انه فلانه عشقت مصري، عشقت حبت بس بقى هي عشقت البنت قتلوها، فما بالك دي مثلا جت صوره ليهم في جورنان انها بتعرف واحد والواحد ده بيت عندها ومش عارفه ايه وبتاع، فحتى حتى بالنسبه لها الندم على انها عملت كده في بنتها مش كبير، لانه الشرف اهم، لانه خلاص هي احنا كده اتفضحنا، احنا هنمشي في البلد نقعد نقول لكل واحد لا ده البنت كانت ست بنت كويسه ودي قالت كده بس عشان تنجي البني ادم اللي قدامها، مش هتقولي كده، انت خلاص قدامك انك انت البنت دي فضحتكم، فحتى انها صعبت عليها يعني مش لدرجه، لان هم كان بالنسبه لهم الشرف اهم حاجه. ما تعاطفناش معاكي بالظبط. بس في نقطه معروفة عنك ان دايما غير طبعا ان الشخصيه بتلبسك وانت بتصوري تتلبسي بمعنى الكلمه، مين اللي بيلبس الحمد لله وده كويس نجوميه ايوه، بس دايما معروف عنك انك بتاخدي حته من الشخصيه في ايدك معاكي وانت مروحه على البيت، الشخصيه دي خدتي منها حاجه ولا ما حبيتيش ولا ايه؟ لا مش حبيتش اخد منها حاجه، يعني بس انا قعدت فيها شويه لغايه اما بقى الهدوم خلي بالك والمكياج والحاجات دي بتخليك الأدوات تخش الخارجية الادوات الخارجيه بتساعد على اللي جوه، ف يعني ايه طول ما انت ماشيه بقى يعني بتبقي لسه متاثره بيها، متاثره شويه بيها. اول مره حضرتك مع مروان حامد اول مره؟ لا انا عملت معاها مرت يعقوبيان قبل كده برضو، كانت ام اللي هي بنتها قالت لها كل واحد حر في هدومه، المهم هدومك انت تفضل عليكي. كانت سمية خشاب بس ليه انت لا كانت هند صبري برضو، هند صبري طالعه مامة هند برضو. انت مختلفه مع مروان ليه بيجهز معاكي باي شكل يعني زي بتوصلي لكده؟ بصي هو انت بتبقي مختلفه مع كل مخرج بطعم مختلف، بطعم مختلف يعني، وخصوصا ان انا الحمد لله كل اللي اشتغلت معاهم مخرجين كبار طبعا، يعني كامله ابو ذكري، محمد ياسين، سامح عبد العزيز، محمد سامي، يعني كل بصراحه اللي اشتغلت معاهم مخرجين كبار، فانت كل واحد فيهم بيبقى مش هو مش بس على حسب توجيهاته برضو، بس طبعا توجيهاته دي مهمه جدا لان هو وجهه نظره شامله جدا لكل المسلسل او الفيلم او الكلام ده، وثقته فيكي مخرج يعني شديد ولا متفاهم ولا بيزعق ولا لا هو عظمه في الاخر، هو ما بيزعقش لا هو ما بيزعقش، بس هو يعني ايه كتوم شويه في مشاعره يعني بمعنى. مش من نوع بمعنى ان ايه تبقيش عارفه هو مبسوط ولا اللي هو تبقي قاعده يعني لايصه اللي هو قط يعني حلو ولا يعني وحش. حلو ولا وحش ايوه هو كده بالظبط. في مخرجين يخاف يقول لك انك عملتي حلو عشان ما تريحيش يعني، بيبقى هو ده سياسته او دي ثقافته فبيخلي ده في الاخر، بس هو في ممثلين كمان بيحبوا ان هم يسمعوا ان هم كويسين عشان يدوكي اكتر، بس انا عايزه اسالك كل واحد زي التاني. الفيلم كيرة والجن اهداء لروح الكاتب الجميل العظيم الرائع طبعا وحيد حامد، طبعا يمكن من اكتر الناس في مشوار حياتك كمان بيحبك وبيشجعك ده حبيب قلبي من جوه وكان مؤمن بيكي بشكل كبير جدا. استاذ وحيد حامد مفيش حاجه عملتها الا لما كان يروح رافع السماعه ويكلمني ويهنيني عليه. لا حتى لو مش عمله لا هو انا مش لا مش حتى لو مش عمله لا هو يعني الحمد لله الحمد لله بحمد ربنا ان حد يعني شخصيه عظيمه زي وحيد حامد انها تبقى مقتنعه بشغلي. كان بيقول لك ايه دايما؟ دايما يعني بيهنيني بيقول لي انت عامله حاجه حلوه قوي، انت يعني عامله يعني تمثيل من جواكي مش بتمثلي. بيقول لي انا ما بحسش انك بتمثلي، صحيح انا بحس ان انت جوه، انت الفلانه الفلانيه اللي انت جوه. بعد مسلسل البرنس تحديدا كان لا ده أول واحد كلمني أيوة. أول واحد بس بصراحة كل الفنانين أو فنانين كتير قوي 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 كلموني بجد بس هو أستاذ وحيد حامد كان أول واحد قال لك قال لي أنت يعني عاملة دور هايل جدا وأنت عاملة في التمثيل حاجة حالة يعني مش عاملة مجرد يعني أم بتزعق في عيالها وخلاص، لا قال لي أنت عاملة حالة فطبعا اما استاذ وحيد حامد يقول لي الكلام ده انا يعني طبعًا. ببقى طايره من الفرح في حاجه زي كده. من هنا بقى ننقل على كمان بابلو بقى وحسن الرداد وام حسن الرداد ده عسل شربات والله العظيم يعني ممثل تتبسطي قوي وانت بتشتغلي معاه. زينات ام بابلو الام في بابلو
انت كنت حاسه ان حسن ده ابنك ولا هو من كتر احنا عارفين تعلقه كانت بوالدته الله يرحمها علاقه مش طبيعيه، الام دي بالنسبه له ربنا والام مش زي اي ولد يعني. ده اللي قرب شويه، ده اللي خلى الحاله مختلفه عن ان اي ام تانية تلعب. بصي احنا الاثنين قربنا من بعض، يعني انا اكتر الاوقات لما حد بيعمل ابني وخصوصا حسن بحبه قوي قوي، وهو هو جميل قوي قوي يعني، مش قادره اقول الجميل قد ايه حسن رداد. فطبعا انت بالتالي بتبقي حسنك امه، انا كنت حاسه ان امه وحاسه ان هو ابني وحياه ربنا، يعني مش حاسه ان احنا مثلا بنمثل او مش عارفه. كان متاثر هو قوي لانه برده هو زعل بعد وفاه والدته وعلاقته بيها كانت مش طبيعيه، كان متاثر لما بيعمل مشاهد. هو ما هو معايا يعني عارفه، طلع بقى حبه في امه في الشغل واحنا مع بعض. وبعدين هو عنده حاجه هي عندي انا كمان، كنا احنا الاثنين نقعد نراجع 90 مره والله مع بعض. حلو ده. فهو بيحب كده، بيحب انه ايه يقعد يعيد عشان لما نيجي نعمل المشهد نبقى عارفه زي استوى. ايوه بالظبط. فهو يقول لي ايه، يقول لي لا انت زي دنيا سمير غانم بتحبي تحفظي وتراجعي كتير. ايمي ما بتحبش تراجع كتير، كل واحد له طريقه. فاحنا كنا نقعد نراجع وبتاع، فاحنا قاعدين مع بعض كنا بنبقى حاسين ان هو ابني وانا حاسه ان انا امه يعني. هو قريب مني جدا وهو قريب من كل الناس بصراحه والله. يعني هو بيتعامل مع كل الناس بان هم اهله حبايبه، يعني دايما بسيط وطبيعي وحلو قوي قوي. سؤال بقى لحضرتك كممثله، يعني النهارده لما تكون مثلا جاي لك دور وهتعملي ام مثلا لحد، لو علاقتك بيه على الحقيقه حلوه فعلا كده زي حسن الرداد، يطلع الدور احلى من لو العلاقه مش قوي في الحقيقه؟ لا انا بفصل. لا انا بفصل، شايفه قدامي يعني حوت ما شاء الله في لا 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 تمثلي مع حد ما بتحبهوش، مع ما هو اكيد بيحصل شرط. انت حاسه ان ادائك مع الشخصيه اللي انت بتمثلي قدامها وفي كاريزما بينكم كبيره، بتحسي ان انت زودتي او طلع منك حته اعلى او اكتر؟ ممكن، بس مش يعني احنا بشر برضو. لا بس برضو انا ببقى يعني عايزه اعمل دوري حلو قوي، يعني انا مش عايزه ان انا اصل انا لو كرهته ثانيه اللي قدامي ده او افتكرت ان انا ما بحبوش اصلا. لا مش شرط يكون كراهية، ممكن يكون ما بستظرفوش ما بحبه. لا برضو مش مش عايزة اعمل ده، يعني مش عايزة اتصور ده. فبحاول ان انا ابقى قد ما اقدر في جوايا يطلع الحب للشخص. طب انت مع حسن الرداد كانت العلاقه اصلا فيها لطافه كمان في المشاهد او في العمل؟ هو انا الحمد لله، وانا بس عايزه اقول لك حاجه، الحمد لله ان انا ما تقابلتش مع حد لغايه دلوقتي برضه عشان ما يبقى الشيء على يعني على طبيعته، ان انا ما تقابلتش مع حد عملت امه وكنت بكرهه او كنت في بين لا مش بكرهه او في بيني وبينه حاجه مثلا مضايقاني او مش مستظرفاه او لغايه الان. احنا ابطالنا كلهم ما شاء الله عليهم حلوين، يعني مثلا عملت مع كريم عبد العزيز في الزيبق امه، يعني حبيب قلبي ده كريم ده يعني شخصيه بجد جميله. احمد عز شخصيه جميله جدا مع ان انا مش طالعه امه ولا حاجه، بس يعني بقول لك ان انا الناس الحمد لله لحد الان اللي اشتغلت معاهم ما دخلتش التجربه قوي اللي انت بتقولي عليها. وحتى يعني جزء اصيل من تكوين الفنان ان هو بيفصل تماما، لان انا بعيش جوه الشغل، هو عايش جوه الشخصيه اللي هو عايش فيها دلوقتي، ملوش علاقه بهو مين اصلا او مين اللي قدامه. بس سلوى عثمان بتحب دايما تختار الادوار المركبه، ومش بس بتكتفي بكده، هي طبعا يعني مساحه العبي براحتك. بتختاري الادوار المركبه وكمان ليكي تاتشاتك الخاصه انت اللي انت بتحبي تحطيها في الشخصيات بتاعتك. ايه اشهر حاجه بتحبي تضيفيها دايما لشخصياتك؟ والله انا بحب اضيف المصداقيه لكل شخصياتي، كشكل كلبس كاداء كايماءات. لا المصداقيه اهم من اللازمه واهم من اللبس واهم من الكلام ده كله. طبعا كل دي ادوات مساعده اكيد طبعا. يعني ما بقولش حاجه، بس اهم حاجه انك انت تبقي جواكي حاسه انك انت الشخص ده او الشخصيه اللي انا بعملها هو ده حباها. اللي محباها وعايشاها وعايزه اعملها بصدق بحاجه حقيقيه بشغف. ادوارك صدفه ولا قرار؟ صدفه ولا قرار؟ لا يعني غالبا طبعا قرار، يعني انك انت بتلاقي الدور اللي قدامك حلو وعاجبك فبتختاريه، يعني ما انت بتعرض عليكي حاجات تانية لما احس ان هو يعني ملوش وجود قوي.
مش هعمل فيه حاجة، مش هيبقى فيه حاجة. يعني مثلا في بابلو الست دي أنا كانت عجباني جدا، حباها، اللي هي مثلا مع ضرتها على قد ما بتديها على دماغها شوية، وبعدين بعد شوية تقول لها يلا قومي عشان نفطر، قومي عشان مش عارفة هنتغدى، مش عارفة ايه، مع انها تديها ضرة حنينة يعني حقيقية. حقيقية اللي هو ايه، هو في ضرة حنينة دلوقتي؟ والله احيانا يبقى فيه، اصل بصي الدنيا مليانه، ما تلاقيش فيها حاجه ابيض واسود واحده بس او طريقه واحده بس، وعلى حسب كمان الحاله. يعني انت مثلا في حاله انه ست موافقه ان جوزها يتجوز عليها، في ست لا ما توافقش بحاجه زي كده، يعني ممكن يفضل جواها برضو حاجه بسيطه لدرتها. بس الانسان الحنين لا يتجزأ. بس لا، طب ما هي زينات دي كانت حنينه جدا، بس تمسك كانت ضرتها تقطعها. والله العظيم كنت بقطعها، كنت بتهون عليها في الاخر، وبعدين في الاخر ما تهونش عليا. يعني الام بقى سلوى عثمان دي الجميله، والدتك كانت ممثله برضو، كانت بتدرس تمثيل مع الوالد. بس هي ما اشتغلتش، يعني ما اشتغلتش تمثيل. طبعا بنحيي استاذ عثمان محمد علي، يعني ربنا يديله الصحه، الوالد العظيم يا رب، ويدوا له يديله الصحه يا رب. اتاثرتي بمين اكتر؟ يعني هي كانت بتشوف ادوارك، لحقتك وانت بتعملي شغل وشافت شغلك، اتاثرتي انت كمان بيها في شخصيتها الحقيقيه على الارض؟ طبعا ماما كانت حنينه جدا. واخده منها ولا واخده من الوالد استاذ عثمان؟ لا انا واخده من امي اكتر. يعني انا ماما، اصل برضو الستات زي بعض بناخد بعضينا. لا انا واخده من ماما كتير، يعني ماما انها درست، يعني كانت تديكي رايها في شغلك وكده. بس هي انا ايام ما كانت ماما عايشه كان شغلي اكتر في دبي وكده، فكانت في مسلسلات كتير ما بتجيش مصر او كده. بس طبعا لما كانت موجوده كنت انا لسه في البدايات، بس كانت برضو بتعلق مثلا حاجه حلوه عجبتها بتاع. فيعني ماما كمان كانت ست حقيقيه قوي على فكره، يعني ماما ما كانتش، ما عندهاش اي نوع من انواع لا المجامله اللي ملهاش لازمه، ولا النفاق، ولا الحاجات دي. يعني ممكن اما تحب ما تتضايق من حد او بتاع، مش شرط ان هي هتكلمه وحش او تقول له انت وحش او بتاع، بس هي ما تتعاملش. انا على فكره بعمل يعني غالبا بعمل كده زيها، اللي هو لا مش عايزه بقى لا اتخانق ولا بتاع، انما الاقي نفسي كده واخده جنب. لاني مش يعني، وبعدين مثلا ايه، لو انا بحب حد وعمل حاجه حلوه ابقى فرحانه بيه قوي واقول له بتاع، حد عمل حاجه مش حلوه قوي ما يعني ممكن بقى ايه اللي هو بالراحه لطيف مش عارفه ايه، لكن ما اقولش، ما هاجمش، ما هاجمش فيها على الفاضي، وما انفخش فيها كمان. فرنسي مصري بقى، ايه الاخبار وايه الموضوع؟ والتصوير خلص خلاص اللي هو ايه، فرنسي مصري خلص، احكي لنا ايه موضوع فرنسي مصري ده. لا هو في المخرج استاذ تامر يعني عاوز كان يعمل فيلم عن مامته، فمامته اللي هي عاملاها نادين لبكي. ست جميله قوي 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 في التعامل وفي الفن، وشخصيه ممثله ومخرجه حلوه قوي قوي قوي، يعني انا حبيتها لما اشتغلت معاها. مهمات كتيره مهمه طبعا. احنا كنا اول مره نتقابل طبعا، احنا ضيوف طبعا في الفيلم، المصريين وفي استاذه انعام سالوسة برضو معانا في الفيلم، بس ما اعرفش اذا كان في حد تاني مصري معانا ولا لا. فانا عامله دور برضو غير الادوار بتاعتي، يعني اللي هو ايه، القاعده ماسكه محل انا بتاع ازياء قديمه، فاللي هي بتفتكر بقى مامتها، وهي مثلا في حاجات كانتش عايزاها، يعني مثلا ايه مش عايزاها تلبس فساتينها. فانا بقول لها مره، بقول لها اذا كنت بتحبي بقى الفساتين زي بتاعت ماما، خدي مثلا ده. قالت لي ماما لو كانت عايشه ما كانتش كانت تولع في الفساتين ومحدش يلبسها. طيب انا عايزه اروح لمحطه مهمه. المخرج طبعا المبدع يسري نصر الله عمل منوره باهلها طبعا، وزينب منوره باهلها وبيه وبالممثلين الحلوين اللي كانوا على الاخر، وزينب طبعا دورك زينب. كان يعني ممكن ان الورق كان يكون عادي، بس انت عملتي الدور مش عادي، احكي لي على الدور ده. بصي هي زينب شخصيه برضو قريبه شويه مش كتير للشخصيه بتاعت اللي هي الجامده اللي هي في كيره والجن. بس هي ايه، هي جواها حنيه بقى قوي، يعني مش زي الشخصيه الثانيه اللي ما عندهاش ريحه، يعني الجحود كله كان فيها.
لا هي جواها الحنيه بس ما تظهرهاش. فاللي هو مثلا ابنها بتحبه قوي ومش عايزاه يسافر ويسيبها، وطول الوقت بتعامله يعني الوش ما فيهوش الحنيه دي وتربيه ومش عارفه ايه وبتاع، لما جه يسافر بقى يعني مسكته ضربته علقه، بس في نفس الوقت بعد ما خلصت العلقه قعدت بقى تعيط وتقول له هتسافر وتسيبني ومش عارفه ايه وبتاع، يعني راحت حنيتها ظهرت لما حست ان هو ماشي. نموذج الست المصريه الاصيله. والله تضرب العيال وتقعد تعيط بعد كده. مسكته بالشبشب ضربت علقه لدرجه انا اندمجنا بقى، وهم بيصوروا المشهد وعاجبهم وبتاع فساكتين ما بيقولوش ستوب. هو عمال يقول لي بس كفايه بقى كفايه، اللي هو بجد بجد على فكره انا ماليش دعوه، انا ما بضرب بجد. انا بعمل دوري. بس التجربه مع مخرج كبير زي يسري النصاري طبعا اكيد كان هو ليه بصمه خاصه، اكيد ساعدك كتير. لو لقيته مبسوط ففضلت اضرب. ماشي ستوب، هو ماشي ستوب، هو راجل مبسوط انا مالي. طيب من الحنان بقى للرعب بقى، وغرفه 207 غرفه 207 الرعب. عملتي ايه في القضاء؟ لا اتفرجوا بقى عليها عشان خاطر انا عامله برضو، عارفه لحد مش عارفه اقول ولا ما اقولش، بس هو لسه ما تعرضش. قولي ادينا كده تبس للست. هي عارفه الست دي هم في فندق كلهم بيشتغلوا في الفندق ده، وفي بقى حاجات مش طبيعيه حاصله في الفندق، فهي في وقت من الاوقات الست دي اتلبست، فانت متخيله ممكن تعمل ايه؟ هتعملي شغل نار. ماليش دعوه اتفرجوا. يعني سلوى المرعبه بقى فامباير بقى. يعني في مشهد ان شاء الله برده هيبقى مشهد لطيف، يعني مش لطيف ان شاء الله يكون مرعب ان شاء الله. هو مش لطيف خالص بس يعني حلو يعني. طب انا عايزه اعرف انت ميولك، طبعا بعد الفاصل هنعرف من الفنانه الجميله سلوى عثمان هي بتحب اكتر الاكشن ولا الدراما ولا الكوميدي، وبتحب الدراما ولا السينما، ولا بتحب يعني بتحب ايه اللون اللي بيستهويها في التمثيل، او بتحس ان هي مرتاحه او ان هي بتأدي سلوى مش الشخصيه. بعد الفاصل في ستات ما يعرفوش يكذبوا. وحشتوني وحشتوني، مبسوطه قوي قوي، انا حبكم قوي النهارده، انا حبكم قوي النهارده قوي. ايه يا بت، ايه الغاغه اللي انت داخله بيها دي؟ بركلي يا زوزو، بركلي يا دنيا، انا تعينت وهبدا شغل من بكره. مبروك يا فريده، ده خبر حلو قوي. الف مبروك يا حبيبتي. بس يعني هو عينك على طول كده؟ ده قمر، ده احلى حاجه انا شفتها في حياتي. قبها جمال شياكه رقه، وقال ايه المدير اللي عنده بيقول له نحطها تحت الاختبار، قال ايه بيكلم السكرتيره وبيقولها تتعين فورا. بص على المرتب، انا ايه ضعف اللي كنت باخده. لا 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 لا، انا مش انا مبسوطه مبسوطه. اهم حاجه بس تركزي في الموضوع ده، ها، عشان هي فرصه حلوه. ايوه طبعا دي فرصه لازم تمسكي فيها بايديكي واسنانك. بس انا عايزه اسالك سؤال، هو شركته يعني كبيره قوي؟ إيه قصر؟ لا مش قصر، فدان، لا حاجه كده انت دماغك ما تجيبهاش. لا لا كبيره قوي 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 يا زوزو. انا الراجل ده من ساعه ما شفته وانا مستغرباه قوي. امال لو شفتيه بقى وسط موظفينه هتقولي ايه؟ مستغرباه ليه يا زوزو؟ اصل يعني معقوله واحد عنده كل ده وبالمكانه بتاعته دي، وبص الاقيه جاي هو بنفسه لحد هنا عشان يشتري شقه زي دي؟ مش غريبه دي يا بنات؟ عندك حق، حاجه غريبه. انا مش شايفه حاجه غريبه غير جماله بصراحه. شايفه حاجه غريبه غير جماله. تقول مش شايفه حاجه غريبه غير جماله. يا جماله هي انبهرت. يا جماله ده محمد عز هو اللي كان عامل الدور. ده مسلسل حكايه في عشق البنات. في عشق البنات اللي هو الحلقات اللي هي خمس حلقات. خمس انت تقييمك ايه لفكره اللي هي المسلسلات القصيره زي الا انا وزي القمر والنوعيه دي من المسلسلات ورا كل باب ورا كل باب ما كانتش موجوده زمان، وانت شاركتي في الجديد، تقييمك ليها ايه؟ والله هو الموضوع الحلو بيشدك في خمسه في عشره في 30، مش بالعدد يعني، مش بالعدد لا. بس انا بقول انه ايه الـ 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 المسلسلات الطويله قوي يعني مثلا لغايه 30 حلقه حلو وجميل، 45 ماشي كويس، بس على شرط يعني ال 30 طبعا بيبقى اكيد لازم فيها احداث عشان دي بتتعرض في رمضان خلال ال 30 يوم بتوع رمضان والكلام ده، او عادي يعني في احداث، طالما في احداث
بيبقى شيء حلو، لكن لما المده بتطول مننا بدون احداث يعني يبقى اكتر من 45 حلقه من غير احداث الـ ده اعتقادي والله اعلم، يعني انه المشاهد بيؤمن بيضيع منه، بيفقد الشغف بالحلقه، بيضيع منه بقى يعني انت ايه ما انت لسه بتقول يعني بروح وباجي الاقيك لسه بتقول نفس الكلام او قريب من اللي انا قلته من يومين. لا يعني لازم عشان تعملي مسلسل طويل مش عارفه بقى 180 ولا 360 حلقه ولا الكلام ده، لازم ابطالك تخش كتير، يخش ابطال كتير وتخش مواضيع كتير وتفضلي ماشيه كده هوت كل يوم بيشدوكي بحدث جديد. طب وهو ليه اصلا نعمل 360 حلقه يا جماعه ليه؟ طب ده العمر مش بعزقه كتير قوي. انا شخصيا مش يعني مش من هوات كده قوي، بس انا بقول لك لو هتعمل ده لو حصل يعني لو حصل يعني يا ريت بلاش. اه طب دلوقتي بيتحضر لاعمال فنيه كتير في الساحه، يعني على ما دخلوش تصوير بعضها اتعلن عنه بعضها لا، ايه الاعمال اللي انت سامعه عنها اليومين دول وبصراحه يعني مفيهوش احراج الموضوع وتقولي ايه انا لو ليا نصيب في العمل ده هيطلع جامد؟ لا هو انا نفسي أيوة. نفسي ومنى عيني ايوه اشتغل مع كريم عبد العزيز في الحشاشين. ايوه انا قال لي انت عارفه داخله جوه دماغي. عبد الرحيم كمال طبعا طبعا يا ريت يا ريت يقول لي. اشتغلتي مع بيتر ميمي؟ اشتغلت معاه اللي هو الاختيار طبعا. انت حابه التاريخي ولا حابه كريم عبد العزيز؟ انا حابه كريم عبد العزيز. والثلاثي ده يعني عبد الرحيم كمال يا جماعه وبيتر ايوه طبعا بيتر ميمي. احنا عاوزين بقى نستغل الفرصه ونهني كريم عبد العزيز على الفيلم واحمد عز وكل النجوم اللي صنعوا وهند صبري. وهند صبري عامله دور جميل حصلت وهدى المفتي كل الناس، بس كريم عبد العزيز برده عامل شغل حلو قوي. كريم وكريم احمد عز وهند صبري كلهم بصراحه كلهم طبعا كل الناس مجتهدين في الفيلم وجميل وكل حاجه، بس انا شايفه المتميزين قوي هو كريم واحمد عز وهند صبري. هند صبري عجباني قوي 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 قوي، عامله الصعيديه اللي هي يعني صعيديه مش هزار. فلا يعني بكل حتى في لغه البودي لانجوج اللي بيقولوا عليها رجب البلوف اللي في الفيلم سيد رجب عامل طلع طلع كويس. لا ما انا بقول لك طلع كويس. لا بس انا بجد يعني فيلم جميل قوي قوي ما شاء الله. الحشاشين قريب يا رب يا حبيبتي، اتمنى اجي اقعد معاكم هنا واقعد اتكلم عن الحشاشين. طب ايه دلوقتي اليومين دول الشغل على ايه والكلام على ايه اليومين دول؟ لا هو لسه الكلام ما حدش اتكلم لسه، ما اعرفش بقى بيوضبوا انا بس عايزه انوه عن حاجه يا ايمان. الحشاشين هو اسم لطائفه معينه تاريخيا كانت موجوده من طوائف المسلمين، مش المقصود بيها فكره المخدرات. ايوه ايوه ولو ان ليها علاقه طبعا بالاسم. دول اللي هم كانوا قاتلين اصلا هو قاتلين. البدايه ما كانتش قتله، هم كانوا طائفه دينيه معينه بتدعم فكر ديني معين، وبعدين دخلوا في موضوع الاغتيالات السياسيه القديمه واطلق عليهم من حشين عشان بس ما حدش يقول لك ايه عشان ما حدش يقول ده بيتكلموا عن المخدرات ولا بتاع. لا دول انتشروا في الوطن العربي كله. انتشروا في الشام وانتشروا ووصلوا مصر. لا ما هو اصل كريم عبد العزيز وبيتر ميمي وعبد الرحيم كمال مش هيعملوا حاجه عن الحشاشين اللي هم التانيين. لا اكيد حاجه تاريخيه مهمه دلوقتي مش كله عارف. في ناس على فكره اتفاجئت بالكلمه بالاسم بالاسم. لا بس كويس انك انت قلتي نوهت بس نورتينا واستمتعنا بالحوار معاكي جدا حبيبتي. والله بجد انت يعني حبايبي لسه عندنا وقت. لا عندنا لسه وقت لسه لسه ده انا عندي سؤال مهم. الفنانه الجميله سلوى عثمان اكيد انه في الفترات اللي هي فترات الانتقاليه ما بين دور ودور بتبقي انت قاعده بقى كده في البيت، هل ساعات بيحصل اصله الفنان الشاطر قوي ما شاء الله يا اهو ربنا يخليك بتلاقيه قاعد فاضي بيمثل على نفسه فتبص تلاقي هو يحضر شخصيه يحضرها وتلاقيه قاعد ممكن بيتكلم وقاعد وعمل سيناريو بيحاول يخلق او بيحاول يرسم زي النحات الشاطر اللي عمال ماسك المشرط بتاعه عمال بينحت شخصيه فيشوف هيطلع شكله عامل ازاي. انت بتعملي ده لما بتكوني في اوقات الفراغ اللي انت ما عندكيش شغل فيها ولا بتعملي حاجه تانية خالص؟ لا انا بفرك طول ما عشان مش لا انا بحب الشغل قوي يعني لما ببقى قاعده من غير شغل ببقى طبعا يعني مش مبسوطه قوي زي ما وانا بشتغل. لا يعني بس في زوج مش كده ولا ايه؟ انا بصي الشغل بالنسبه لي
عشان ما يزعلش. شفتي عملت لك ازاي؟ اهي دي بودي لانجوج. انا بهدي نفوس مش قصدي. لا يعني. انا مش قصدي. لا انا بس مش قصدي. لا انا مش مهمله يا جماعه. لا يعني أنا هو جوزي برده له. واحنا ما احنا قاعدين مع بعض وبنبقى قاعدين مع بعض لما يكون ما عنديش شغل وبتاع. هي تقصد لما بتكون سعيده في الشغل بينعكس على زوجها. اكيد اكيد كده. لا ودلوقتي ما هو دلوقتي انت بتبقي قاعده انت وجوزك في البيت فيعني لازم بنبقى مع بعض بنتغدى مع بعض بنقعد بعد كده قدام التلفزيون. اكيد هو سعيد بنجاحك طبعا. لكن طبعا طول ما انا قاعده بفكر في الشغل. طول ما انا قاعده يعني حتى واحنا ساكتين دماغي دي شغاله في الشغل وعايزه يا رب يجي لي مثلا دور يبقى بشكل جديد اعمله. يا رب مثلا اعمل حاجه مختلفه. ايه نوعيه الدور بالظبط؟ ما انا مش عارفه ايه اللي هيجي لكن انه اعمل حاجه جديده بحب يعني. انا مبسوطه قوي ان انا عملت كيرة والجن طبعاً. لانه حاجه مختلفه عن اللي انا كنت العمل بعملها. العمل التاريخي ده هيبدا هو كعمل كبير وكدور بالنسبه لي مختلف تماما. صحيح. فطبعا انا دي حاجه بتسعدني لما اعمل حاجه. نفسي اعمل حاجه كوميدي مثلا يعني. ده برضو من ضمن يعني الحاجات. انا متصوره انك هتعملي حاجه كوميدي جامد. لا ليه انا عملت قبل كده كوميدي. انا عارفه كتير. انا احب قوي اعمل حاجه كوميدي بس انا بحب العمل الكوميدي المكتوب حلو بيضحك اللي فيه مواقف. الموقف هو اللي بيضحك. عندي تصور انه ساعات ممكن شخصيه تشوفيها وانت متابعه جيده يعني بتعرفي ترصدي الشخصيات كويس فتلاحظي تفاصيل الشخصيه فيبقى عندك المخزون عن الشخصيه بتبقي عايزه تعملي الشخصيه دي تقابليها في حياتك في قاعده في مناسبه في الشارع في اي مكان فتعجبك الشخصيه فتقولي انا عايزه اعمل دور يبقى اعمل فيه الشخصيه دي. هل ده حصل معاكي قبل كده؟ ده بيحصل كتير مش حصل معايا يعني. انا لما مثلا بعمل لما عملت شغلي في مع سامح عبد العزيز اللي هو بين السرايات لما عملت كل دور بعمله باخد حاجه من حاجات انا شفتها يعني. طول ما انت ماشيه بتلاحظي دي بتعمل كذا دي بتعمل كذا فبتتحركي حركتهم بتتكلمي بطريقتهم بيبقى عندك مخزون كتير. عندك مخزون انت وانت قاعده بتلاحظي الناس بتلاحظي مثلا الانواع المختلفه بتاعت الناس سواء انت مثلا لو هتلاحظي حد ست موظفه كبيره او ست موظفه عاديه اللي هي بتيجي يعني تجري عشان تعمل الاكل ومش عارفه ايه وبتاع يعني. نوعيات الموظفات نوعيات الامهات الامهات مختلفات كل شخصيه موجوده في الواقع. كل بصي دور ام عندك يعني لما تيجي تلاقي كتابه والكتابه حلوه وتلاقي مليان ادوار ام مختلفه عن بعضها. صحيح. طب يعني سلوى فين في الاذاعه بقى العشق الاولاني من وانت صغيره عملتي حاجات السنين انا بعمل مسلسل كاتباه الكاتبه الجميله الكبيره اماني درغام مع سامح حسين ومع الله طيب ده هيبقى لايت اهو كوميدي ما هو كوميدي انا عامله ومحمد عبد الجواد و مي عبد النبي مي سوري طب نحيي بقى مي عبد النبي نحييها طبعا طبعا جميله برافو عليك فيعني مي كساب سوري انا اسفه مي كساب مي كساب برضو لذيذه كله يعني ايه ناس كوميديانات وفي بقى الشباب اللي هم بتوع المسرح اللي هو الحاجات الابداع والكلام ده. اسم الروايه ايه او اسم العمل ايه؟ اسمه والله نسيت اسمه. نسيت مش مش ولا هي اماني درغام عموما يعني لايت قوي شغلها جميله طبعا ومتعه اخرى برضو صدقتي يعني. على المستوى الشخصي والانساني وشوفناها طبعا يوميات جميله وكاتبه جميله وكل فتره بسالك انا تقريبا اريا اغلب اللي كتبته فعايزه اعرف انهي فيهم لان هي سكر في كتابتها. هو الجديد ده كان فيه قبل كده عزيز وغالي وكان فيه قبل كده يعني كذا حاجه وزوجة مفروسه وزوجه مفروسه ده في التلفزيون بس الاذاعه كان عزيز وغالي كنا عاملينه يعني حاجات كتير حلوه كده هي بتعملها. بس الاذاعه متعه اخرى. كل يعني حاجه بتشتغليها ليها متعه. ده يعني ممتع كل حاجه. الاذاعه اصلها ايه يعني انت لازم توصلي صعبة. للناس انت بتعملي ايه وقاعده كتير غير الصوت من صوتك بس من غير افواره طبعا من غير ما تبقي اوفر او بقيتي اوفر. انا اوفر ما بحبوش في اي حاجه. طب نفسك في احنا خلصنا المفروض وقت الحلقه وقت الفقره خلص بس عايز اسالك نفسك في ايه؟ نفسي رمضان ده اعمل حاجه يعني ترضيني وترضي الجمهور وتبقى مختلفه وتنجح نجاح كبير قوي 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 قوي. يبقى في مسلسل حشاشين مع بيتر ميمي ومع كريم عبد العزيز. يا رب كده. يا رب يا رب ان شاء الله. ومحمد سامي الفنانه الجميله. محمد سامي راجع تاني الحمد لله. يا رب نورتينا الفنانه الجميله سلوى عثمان نورتينا ونشوفك ان شاء الله ونبارك لك على العمل اللي جاي في رمضان ان شاء الله يا حبيبتي باذن الله. هنروح لفاصل وبعد الفاصل على المطبخ عندنا النهارده المطبخ هندي.
لسه مكملين حلقتنا وستات ما عرفوش يكذبوا وكلام هندي. المطبخ هندي النهارده منور يا شيف محمود. نورك طبعا. حلوه اللقطه. حلوه اللقطه حلوه جميله. منورين يا بنات. مساء الخير عليكم وعلى المذيعات الثلاثه الحلوين وعلى كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا الجميل ستات ما يعرفوش يكذبوا في فقره المطبخ. عملنا اسياخ فراخ بخلطه تكه مسالة. ماشي؟ تكه مسالة. وقلنا نعمل جنبها شويه عيش فلقينا خبز النان الهندي ده جميل. وخطواته حلوه وطعمه كمان حلو فقلنا الاثنين يكملوا بعض كل واحد ياخد كده سيخ فراخ في لقمه عيش وها والموضوع جميل ايه جميل قوي قوي يبقى مزاج يعني بس النان براد عموما بيتحط ساعات بيبقى بالثوم والزبده وساعات هو بيبقى هو النان في الاخر بعد ما بيتخبز هي لقمه عيش بتتخبز نحط عليها ثوم وكزبره هنحط عليها فلفل وكزبره وكده كده لمسه الزبده دي بتدي طعم حلو قوي بيبقى فيه صوص النعناع الجميل الهندي ده اللي بيبقى جنب كل مره تسالني على صوص النعناع كل مره تسالني طب بقول لي بيتعمل ازاي انا هعمله في زبادي ايوه وشويه كزبره خضراء وقد الكزبره نعناع يبقى هات الكزبره ونعناع قد بعض وشويه زبادي هات الكزبره والنعناع حطيهم في الهون أيوة. مع فص ثوم ورشه ملح الهون اللي انت ما جبتهوليش ده هو ده على الهوا ماشي بيتصنع طيب يلا نقول مقادير جامد يلا نقول مقادير الفراخ اللي بتتبيله التكه مساله وعندنا في البيت كل التوابل اللي موجوده اللي انا هستخدمها النهارده عندنا في البيت صدور فراخ علبتين زبادي معلقه ثوم ومعلقه جنزبيل دول ممكن الجنزبيل يكون بودره لو مفيش الفريش خلاص ومعلقه كل دي معالق صغيره بقى معلقه كزبره خضراء و ملح وفلفل التوابل بقى جايه اهي كزبره ناشفه كركم كمون بابريكا شطه وربع معلقه صغيره من القرفه وعصير ثلاث ليمونات ومعلقتين زيت كل التوابل اللي انا حطيتها دي معالق صغيره جميله ماشي انتوا كويسين جدا انتوا الثلاثه سايبينك اهو عشان ايه الناس تركز معاك بس انا بس عايزه اقول عايزين نوضح للناس عشان في ناس بتحتاس الناس اللي هي ملهاش في الهندي قوي بتروح السوبر ماركت بتبقى عايزه تشتري توابل هندي فبتحتاس ما بين التندوري مسالة والتيكا مسالة والجرام مسالة مسالة يعني توابل بالهندي عشان بس ما نحتارش توابل بس ايه الفرق ما بين التلاتة التندوري هو الفرن تعملي بيها تندور ايوه التندوري هو الفرن التيكا مسالة احنا بنعملها والجرام مسالة هيجي علينا وقت ونعملها بس خلينا نسحب الناس سنه سنه كده على ايه على مكوناتنا هم عباره عن شويه كمون على شطه على كركم على حبه من عصره الليمون وفصين الثوم يعني هي الموضوع مش كيمياء يعني عشان ما يتخضوش بصي بقى بتعملي ادي التتبيله بتاعه التكه مساله اهي بتحطي كوبايه كبيره من الزبادي وادي معلقه الكركم الجميله وادي معلقه الكمون لو تاخدي بالك انا باخد نص المعلقه الكبيره يعني معلقه صغيره كويس واحط رشه فلفل اسود صغننه خالص والقرفه مهمه قوي ان احنا يا دوب بيقولوا ايه شعرايه تشعيره صغيره كده اهي ومعلقه من الكركم البابريكا ومعلقه من الكزبره الناشفه الا مفيش كاري خلصتي الموضوع كركم. هي التوابل دي التوابل دي هي اللي هتوصلنا لطعم التكه مثلا اللي بنحبه في كاري اصفر وفي كاري اخضر ايه الفرق طيب بص الكاري الاخضر والاصفر والاحمر الكاري الاصفر ده الهندي كويس والكاري الاخضر والاحمر بيكون معجون وده اللي بيتعمل في تايلاند اوكي خلاص متفقين لو اخضر بيبقى عشان يستخدموا قرون الفلفل الاخضر الحار ولو احمر عشان بيستخدموا قرون الفلفل الاحمر الحار اتفقنا طيب هنا بقى نركز في دي تقدري تقولي لي المكونات ولا ما تقدريش طبعا قولي سمعي يلا في حد غالي بس بيمثل عليه بصوا بقى ده اللي منورنا كوبايه زبادي دكتور وليد اللي منورنا كوبايه زبادي حطينا عليها معلقه من الكزبره الناشفه معلقه صغيره معلقه صغيره من البابريكا معلقه صغيره من الكركم معلقه صغيره من الكمون رشه صغننه جدا من القرفه وشويه ملح وشويه فلفل وادي الثوم مع الجنزبيل مفرومين اهم ونحط على التتبيله الحلوه دي عشان سر التتبيله يبقى حلو عصير الليمون بعد ما نحط عصير الليمون كده هنلمكم حاجات كلها بتحرق الدهون طبعا جنزبيل والثوم مش كده تلاقي الهنود جمال قوي كلهم كده كلهم حاجه عظيمه جدا وادي التتبيله الحلوه بتاعتنا بتاعه الايه
التكه مساله. خلاص انتوا تقدري تجيبي فرخه سليمه وتتبليها ومن تحت الجلد تتبلي الفرخه، او تعملي اللي انا بعمله ده، بجيب سيخ واجيب الاسياخ القطع الفراخ بتاعتنا. دي صدور ولا صدور فراخ؟ دي صدور فراخ، وتقدري تستخدمي ورق فراخ برده مفيش اي مشكله، او فرخه سليمه. خلاص وادي تحطيها كده. انا ما بحطش ما بينها بصل وفلفل، لان هي ما بتحطش ما بينها بصل وفلفل وطماطم لان هي مش شيش طاووق. كويس، هي اهي. هتشرب ازاي وهي في السيخ كده؟ هتشوفي حالا بقى تشرب بقى التتبيله الحلوه دي ازاي. بقى ازاي بتعملي ايه؟ بعد ما تسيخي اتنين كده او تلاتة مثلا اهو، تجيبي التتبيله بتاعتك دي الحلوه. دي صدور ولا الطاووق اللي هي وراك؟ لا دي الصدور الفراخ. بس هو قال عادي يعني ينفع اي ينفع حاجه كده، وينفع وينفع كده. حتى الفرخه على بعضها كده صح؟ كده نحطها تحت الجلد بنفس التتبيله وتدخل على الفرن تروحوا على او الشيش لما يعني بتتكسر بالعظم برده وتروحوا كده اهو. كويس، شايفين ازاي القطعه دي شربت من التتبيله اهو، وتضغطوا عليها كده بايديكم. كويس، وتلفوا الناحيه الثانيه. اشرقبت اشرقبت تتبيله بنظرتها كده، اللغه العربيه جامده كده. شايفين كده تشرقب. شايفين انا عملت ايه بقى؟ عملت حاجه حلوه قوي. بعد ما التتبيله اتبلت انا كنت مجهز شويه، وكل ما تقعد في التتبيله كل ما تقعد في التتبيله كل ما شكلها ولونها بينور، اللون الاصفر تلاقيه يطغى على كل ما تقعد تحلى بعد ما يشرب بعد اذنك يعني كل ما تقعد كده تحلو في التتبيله، والفراخ تشرب من عصير الليمون والثوم والجنزبيل والكركم بقى مع تركيبه البابريكا ولمسه الكمون والكزبره الناشفه، كل ده بينسجم مع بعضه في الاخر تاكلي حته فراخ طعمها حلو. كويس، بعد ما تبلناهم وقعدت في التتبيله لمده ساعه مثلا، كويس، ممكن نص ساعه وممكن ساعتين بس ما تباتش يعني مش لدرجه، ولو باتت والله تبقى احلى واحلى. كويس، يعني انت لو عملتيها بالليل وتاني طب انا هطمع بقى شويه لو إيه؟ مش باتت بقى، لو شلناها بعد ما تبلناها شلناها في الديب فريزر وطلعناها تفك واتحطت في الطاسه على كده على ماشي، انا موافق برضه يعني صح؟ انا موافق شغال المراه العامله يعني شغال، مفيش اي مشكله مفيش اي مشكله. ألو؟ ويا سلام لو فرخه سليمه. الو، في اتصال هنا في الفل حاجه، بس واحد عايش نانو يعني حسبتي ولا العنوان؟ طيب ماشي سخن كده عشان طيب. منى جايبه اكل مسكر فاكهه وانا بس ما توريهمش شكله، نفسي حلو حلو انا نفسي رايحه حاجه حاجه حادقه. استنى استنى ميرسي يا جدعان كده يعني كده ده كده هند هند يعني كده قاعده في شوارع مومباي في الطياره. طيب بعد ما ميرسي جدا سايبين الفراخ على نار متوسطه مفيش جبنه تستوي جبنه داخله على طمع بقى خلاص عايزه وبعد ما تستوي بقى. والدنيا تبقى جميله حاسه انا قاعد في القطر عارفين واحد شاي بعد اذنك في بيكنيك. ايوه قطر مومباي ده اللي بنقعد فوق فوق السطح فوق فيه ده كده قاعده فوق ماشي. فاحنا بعد ما خلصنا الفراخ والفراخ بتتشوي بالطريقه الجميله اللي انت شايفينها دي على نار هاديه، انا كان عندي تصور انك هتدخلها الفرن لا عشان تتشوي كده وتبقى حلوه لازم نهدي النار عشان ما تاخدش لون من الجنبين وفي الاخر تبقى نايه من جوه. ندخل على خبز النان بتاعنا نقول مقاديره ونعجن العجينه ونبدا نخبزه مع بعض. العجينه بتاعته بنحتاج نص كيلو من الدقيق وربع كيلو من اللبن وبضايه ومعلقتين من السكر ومعلقه ملح ومعلقه كبيره من البيكنج باودر ومعلقتين زيت وشويه فلفل احمر حامي او مش حامي وشويه كزبره خضراء. المقادير تاني نص كيلو من الدقيق، ربع لتر من الحليب، معلقتين سكر ومعلقه ملح ومعلقه كبيره من البيكنج باودر وبضايه، وبنحتاج علشان ومعلقتين زيت، وبنحتاج عشان الوش بتاع اللقمه كزبره الخضراء مع الزبده مع الفلفل الاحمر الحامي. بنحط الدقيق بتاعنا زي ما انتم شايفين كده ونحط عليهم البيكنج باودر والسكر، وادي رشه الملح بتاعتنا، ادي الثلاث مكونات الحلوين دول، وهنا ربع لتر من اللبن. نحط البضايه على الحليب و التوابل طلعت اهي لما سخنت يا ايمان، ونبدا ريحه التوابل هنا ريحه التوابل وبقى الكركم فرد شخصيته على القعده. نعجن العجينه عجنه حلوه، فرد شخصيته على الفرشة. العجينه دي عشان تبقى متماسكه وحلوه بعد ما تتعجن العجنه كده حلوه ناخد معلقه زيت
بس ونحطها على العجينة. العجينة هتبقى زي الفل، العجينة هتتماسك مع بعض، أنا هسيبها تتماسك مع بعض وأوريكم الشكل العظيم بتاعها لما تخلص بتبقى عاملة إزاي. زي ما انتم شايفين أهي، احنا طبعا دقنا العيش النندة تحفة، بس مشطشط شوية يا محمود. الإيه؟ في شطة. آه، ما هو أنا حاطط فلفل حامي بس ده اختياري. خلاص، أدي العجينة الجميلة زي ما شفناها بتبقى بالشكل الحلو ده. هيجي حد يقول لي ما فيهاش خميره؟ اه ما فيهاش خميره. انتوا كل اللي بتعملوه ان انتوا بتحطوا معلقه كبيره من البيكنج باودر، وادي رش الدقيق اهي، وادي العجينه بتاعتكم بنص كيلو من الدقيق وربع لتر ميه وبضايه ومعلقتين زيت. النص كيلو ده يعمل كام رغيف؟ هتشوفي بقى، انت قسمتيها نصين والنصين كده كده اهو 8. شفتي ازاي؟ 8، 8 كور. الثمان كور دول تعملي دي بس كده، بس تشبه اللي هي اللي عارف القرص بتاعت الفلاحين دي. والله العظيم طعمها حلو. طعمها حلو قوي. ايوه، هي بيبقى فيها القرص دي بتعملها فيها لبن وبيض، بيبقى فيها لبن وساعات زبده، بس مش عارفه فيها بيض ولا لا. دي فيها بضايه. اه حلو، كويس. بتعمليها اهي زي ما انت شايفه كده كور، تكوري حتت الكور دي بس بعد ما تتعجن بالنص كيلو دقيق، معلقتين سكر، معلقه بيكنج باودر، معلقه ملح، معلقتين زيت، بضايه، ربع لتر من الحليب، وتتعجن العجنه الحلوه دي. بتسيبوها تستريح لمده بس ساعه. بس الطريقه دي صحيح اسمها ناند ريد بالهندي، بس اعتقد انه نفس الطريقه في نوع خبز تاني برضو ليه علاقه باحدى الدول يعني بيتعمل بنفس الطريقه وليه اسم تاني. ايه الدوله وايه الاسم؟ ما كلنا بناكل عيش في الاخر، بس يعني شبه والله بقول مثلا زي القرص. لا التميس حاجه تانية خالص. التميس لا لا شوية. التميس حاجه تانية خالص. التميس الافغاني حاجه تانية خالص. كويس، بصي بقى، بعد ما كورتي الكور الحلوه دي كده بتعملي ايه بقى؟ بترش عليهم بس كده رش الدقيق خفيفه، كويس، وتجيبي شويه الفلفل الحامي، تحط عليهم معلقتين من الزيت وشويه من الكزبره الخضراء، كويس، تقلبيهم كده. يبقى زيت وفلفل حامي، ده اختياري ها عشان اللي ما بيحبش الفلفل الحامي. لا انا بحب الفلفل الحامي. امبارح في الشوربه برده، في الشوربه شوربه السي فود حاطط لنا فيها شطه. لمسه صدقيني هي دي اللي هتاكلك، هي دي اللي هتخلي الموضوع حلو. شيف محمود، انت عارفه موضوع الحامي ده تعود في المطبخ الحراق. ايه؟ بما اننا في المطبخ الهندي، في مطعم مش هقول اسمه بيعمل فراخ مشويه شهيره وبيعمل عيش هو هندي برضو المفروض رائع. التوم ده؟ لا مش التوم اللي بيتنفش. لا من غير توم، هو بيتنفش. لا بيبقى بالتوم. لا ده البوري اللي بيتحمر في زيت. ايوه هو ده البوري من غير توم. البوري ده هندي صح؟ هندي. طريقته برضو سهله تتقال ولا يهمنا؟ وممكن الاسبوع الجاي اعمل لكم العيش البوري. طبعا هو دسم، هو خلي بالك من حاجه، انت لو العيش فريش والزيت سخن مجرد ان الرغيف اتحط بينفش كده، وخدتي بكبشه الزيت حطيتي على الوش ابتدى يتنفخ، حطيه على مناديل تشرب الزيت ده، مش هيبقى صعب معاكي. هو حتى لو صعب هو حلو، هيبقى يعني هناكله مره من كل شهر مره. اعمله لنا محمود فعلا. ماشي، نعمله لكم مره الاسبوع الجاي بعد يبقى إيه؟ العيش البوري مره الاسبوع الجاي ان شاء الله. بصي اهو كده اللقمه تتحط كده. انت بتعلمنا يعني. هو ايمان بيبقى حلو قوي، حلو في تغميس التوميه، بس هو مش عليه توم، هو تغميس التوميه. بس ممكن تحطي توم. ايمان انت قلتي ان هو يعني ممكن يتحط له توم، هو فعلا ممكن يتحط له توم، ممكن يتحط، بس انا اقصده بيتباع ما بيتحطش، ما بيبقاش عليه توم. اه لا اعتقد لا. بيبقى داخله بطاطس برضو ولا انا بتهيألي؟ بصي داخله بطاطس، في نوع عيش داخله بطاطس بيتعمل من البطاطس، في نوع عيش بيتحط له من البطاطس. خلينا بقى ايه نفكرك بالمقادير دي تاني. شفتي شطه اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن نص كيلو من الدقيق، معلقتين سكر ومعلقه ملح ومعلقه بيكنج باودر، عليهم ربع لتر من الحليب ومعلقتين زيت وبضايه. العجينه بتعجن عجنه حلوه جدا، وزي ما انتم شايفين الكزبره الخضراء مع نقطه الزيت مع الفلفل، وبعدين بايديكم كده زي ما انتم شايفين بالراحه تفردوها، وبعدين بالصوابع بس تنغزوها نغزه حلوه كده وتتمط معاكم بالشكل ده، والحاجه بتلزق جوه. تاخدوا اللقمه الحلوه دي وتروحوا على ايه الفرن يكون الصاج بتاعها مقلوب. كويس، وادي اللقمه تحطوها بالشكل. مش بغطي الصاج باي ورق ولا اي حاجه، هو الصاج نظيف الومنيوم او لا حاجة. هو الصاج نظيف ده، انا عايز الحراره مباشره. فاول ما تبقى الحراره مش مباشره كده
لا لا خالص. خالص. يعني هي العجينة رطبة وما عليهاش مية. ودي سخنة. أيوة. فأنت لما بتخبزي العيش البلدي في الفرن البلدي ما بيلزقش. فاهمة ازاي؟ مش يعني ما تقلقيش هنشيلها دلوقتي. طيب. هتدينا مثلا حوالي 5 دقايق ولا 10 دقايق على درجة حرارة الفرن وهتطلع معانا لقمة حلوة بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وأول ما اللي في الفرن كمان يطلعوا. عارفة إيمان قصدها اللي هي بتبقى بالزعتر يا إيمان اللي هي زي مناقيش كده. اللبنانيين بيعملوا برضو حاجات عجائن كده عليها زعتر وبتاع. بالظبط والصفايح. الصفايح. الصفايح برضو او صفيحه ضيف بعلبك كانت حتى الضيفه كانت بتتكلم. عارفه ايمان هو لو الشرقاب مديه مش هيلزق. اهم حاجه الشرقاب لازم يشرقب. بس لو ما شرقبش هيلزق. هيزعل. هيلزق. هيلزق على وشه الاول بعد كده يزعل. هيشرقب او هيزعل. مين فيكو بيحب البيف كباب اللحمه مش بالفراخ؟ مين بدل الفراخ مكعبات لحمه؟ كل الهند ما بياكلوش غير لحمه الضاني بالمناسبه. ما بياكلوش البيف بتاعنا اللي هي البقر او طيب انتوا الثلاثه مين فيكم بيحب مكعبات اللحمه؟ لا انا خليها مكعبات سمك. باكل كل حاجه. انا ما بنقولش لا. انا مكعبات سمك عادي. مكعبات سمك يعني. مكعبات سمك. بس عايز اقول لكم بالمناسبه ان موضوع الاسياخ ده كل بلد يعني مشهوره بموضوع الاسياخ. يعني مثلا الشيش طاووق. الشيش طاووق اللبنانيه طبعا وفي الشوام بيعملوا الشيش طاووق بالاسياخ بيبقى حلو جدا. بمناسبه الاسياخ دي كمان اللي بالبيف بقى في اليونان بيعملوا احلى بيف مكعبات مشوي اسمه بيف سوفلاكي. كويس. وبيبقى تتبيلته عباره عن عصير ليمون وزيت زيتون وشويه من الزعتر مع فص ثوم مفروم ورشه ملح وفلفل. ونفس القصه بتاعه التتبيله ان احنا نسيبها منقوعه في التتبيله بتاع زيت الزيتون والثوم والليمون. لان في ستات بيوت كتير جدا من حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا في برنامج ستات ما يعرفوش يكذبوا بعتوا لي على صفحه الستات وقالوا لي والنبي انا عندي كيس لحمه في الفريزر اعمل بيه ايه؟ حلو. عندي بواقي لحمه كتير وفي الفريزر انا لا عارفه انهي قطعيه ولا عارفه ونفسي اشويها. فانا بقول لك طلعيها قطعيها مكعبات صفي منها الدهون وقطعيها مكعبات وحط لها التتبيله اللي انا بقول لك عليها دي هتبقى حلوه قوي. بس شويها على النار. من غير بصل ولا ثوم؟ من غير لا ثوم. بثوم بس. ثوم زيت زيتون وزعتر عصير ليمون وشويه من الزعتر وملح وفلفل. وزبادي. انا بعمل كده دلوقتي في الفراخ. انت علمتني تاكل جنبها زبادي. الايه؟ علمتني فراخ بالزعتر والليمون دي هايله بعملها. هايله كمان مناسبه لينا مع ثقافتنا. يعني انا بشوف ان المصريين مش اي حاجه تعجبهم. الزبادي كمان كلمه سر مهمه قوي في تتبيل الفراخ تتبيل اللحوم الكلام ده كله لانه بيطري وبيرطب النسيج نفسه فتبقى السوى سهل. بس انت عارفه انا بتكلم على احنا كمصريين مش اي طعم يعجبنا. ممكن شيف محمود هو اكتر مطبخ اوروبي يتناسق مع المصريين اليوناني. اوكي قريب جدا. ايوه صح. كل الدول اللي بتطل على البحر المتوسط بتدينا الانطباع الحلو في اكلها السي فود بعض حاجات. لا ماشي اليوناني كانوا عايشين هنا ورق عنب مسقعه. أيوة. المشويات واخدين من بعض الشاورما. هم بقول لك على حاجه حلوه كمان عندهم الجبنه المقليه تحفه الفته. لا في اسكندريه بقى الجبنه المقليه ما هم خدوها خدوا يعني الجريج ايام ما كانوا في اسكندريه. ما هي ثقافه المتروبوليتان كلام البحر المتوسط اللي هو حوض البحر المتوسط. تلاقي الاكلات كتير متشابهه. بصي كده. طب نضمن منين بقى انه الفرخيه من جوه استوت وانه الاطراف نفسها اللي على السياخ اللي في الجنب دي؟ الصبر بقى. الصبر. انك تصبري. ماشي. تطلع هناك صبر. بتكون الكلامات يعني تجيب كلاماتا. وتجيبي طبق. لو فكرنا تجيبي طبق زي ده. الفرن مثلا جديده. لا انت بتصبري. بصي هنا نيه اهي. يعني من تحت صباعي بالظبط. ايوه. مع من فوق من هنا. من هنا كده. لا فوق شويه. الكاميرا لو جابت فوق كمان كمان كمان. اهي بصي شايفين ازاي من هنا كده من تحت صباعي هنا نيه كويس. احنا بنعمل ايه؟ النار هاديه ونجيب طبق ونحط دي كده. الضغطه الصغيره دي بتوصل الحراره لجوه بتديها شويه سوا. وبعدين نطلع دي كده ونحاول ان احنا ايه نقلبها كمان دقيقتين. وكمان اللون بيحلو اكتر واكتر. اللون ده بيجي منين بقى؟ بيجي من البابريكا وبيجي من الايه والجنزبيل والزبادي والكزبره الناشفه وكل الحاجات. ايوه والتوابل الحلوه والكركم. والكركم. بصوا بقى هنا شكل الطبق
العظيم ده. طب لو قوم الطبق انفجر في وش الست دلوقتي. لا لا مفيش الكلام ده. لا لا مفيش الكلام ده. كفر الشر. كفر الشر مفيش الكلام ده. بصي بتعملي كده وتحطي لقمه. هتزعل. طبعا. مع سيخ من الاسياخ الحلوه دي. الله. وعليه عصره. يا عيني. ليمون. وشويه زبادي بقى. كده. ايوه عايز حاجه جنبها. ماشي. او توميه. و توميه. انا بحب اعمل ايه بقى؟ احط جنبها ايه؟ شويه من هذه الخلطه الجميله. دي بقدونس ولا كزبره دي؟ كزبره خضراء. كزبره خضراء اللي هو اللي حطها على النان بريد اصلا. ايوه. ما انت مع الشطه بتاعتك دي بقى انت حر. دايما نسميه نانو بريد. ده انا مش هدوق بالشطه ابدا. اتفضلي. هدوق. حاضر. في ايه؟ هو انا انتوا مجرموا فيا ولا ايه؟ انت بتحبي الشطه صح؟ اه. طبعا. انا بقى بتاخد وقت هي شويه. انا بحبها اه بس استنى عليها لما نطمن ان الفراخ استوت بالظبط. بالظبط كده. نعرف منين؟ نغزها؟ لا دايما بصي للطرف ده. بصي يا ايمان مظبوطك معاك ولا لا؟ دايما دايما بصي للطرف ده. أيوه؟ لما تلاقيه استوى تماما هتعرفي ان كل قطعه طبق انفجر ونغزها. خليني قاعده ساكته. خليني قاعده ساكته. ايه النهارده؟ طبق ينفجر في وشها ونغزها. بعد اذنك شوكه بقى عشان اغز السيخ ده. انا يا حاضر. هاتي الفك. احنا اضربي الفك في البداية. اوكي. مهندسه بقى. دي اهي. مهندسه. هاتي مفك اضربيه في اضرب مفك في الفراخ. الكزبره الخضراء. احنا عايزين نشوف حاجه صغننه جدا نطمن على العيش نشوف وصل لايه ونخلص. في عزف دلوقتي. بصوا 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 الحلاوه. بصوا الحلاوه بتاعه العيش. الله تسلمي ايدك محمود بجد. حلو قوي. وما لزقش. هو ده بقى فكره بسيطه جدا. عامله ازاي؟ ما حطناش ولا زيت تحتيه ولا اي حاجه ولا اي حاجه وما لزقش في البتاع. بس اول ما تطلعوهم بقى اللقمتين مثلا لو لقمه او لقمتين تجيبوهم كده وهم سخنين شويه وتحطوهم في زبده هنا زي ما انتم شايفين في سكينه. حطوا عليهم مكعب من الزبده وهيسيح بقى المكعب. شكرا يا شيف محمود. تسلم ايدك. الاكل الهندي يجنن وحلو جدا جدا وصحي جدا جدا ولونه يجنن وطعمه يجنن. تسلم ايدك. شكرا يا منمن. شكرا يا هبه. السبت ان شاء الله على خير واجازه ان شاء الله. احنا كده خلصنا الاسبوع ده ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم السبت. يومكم هادي ونادي واجازتكم هاديه وناديه. الى اللقاء مع ستاتنا عرفوا جدا.